بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا مع نتورك ستراكشر الخاص بسيستم الجي اس ام. اتكلمت على مدار الحلقات اللي فاتت عن الاجزاء الاخرى. فكرك سريعا، قلنا ان الموبايل نتورك عندنا في الجي اس ام عبارة عن 3 اجزاء رئيسية: جزء اللي هو الموبايل ستيشن، الجزء التاني اللي هو البي اس اس، والجزء التالت اللي اسمه ليه اسمه NSS اللي هو موضوعنا النهاردة، هنبدأ نتكلم فيه من النهاردة. البي اس اس قلت ان هو بيتكون من 3 بارتس: البارت الاولاني اللي هو البي تي اس، البارت التاني اللي هو البي اس سي، البارت التالت اللي هو التي ار اي يو او تي ار اكس. قلت وظيفة كل واحد فيهم وازاي بنربط الدنيا دي كلها مع بعضها. كويس، طيب لحد كده احنا خلصنا جزء الراديو، يعني من اول الموبايل لحد ال تي ار اي يو ده، كده انت اسمك جزء الراديو كله، تمام، ما يتعلق بالهواء الشوية بتاع الايه الراديو. طيب بعد كده بقى بننتقل ل الكور. تمام، الكور اتفقت معاك من الاول ان مصطلح الكور هو اللي انا عايزه يثبت في دماغك اكتر من ان انت تثبت هذا المصطلح اللي هو NSS، لان ده اللي انت هتسمعه كتير في الشغل، هو ده اللي انت لما تلاقي وظيفة موجودة تلاقيها مثلا يقول لك ايه CS Core Engineer، PS Core Engineer. فانا عاوز المصطلح ده هو اللي يبقى دارج في ذهنك، وخاصة ان هو المصطلح نسبيا افضل، يعني يدل على ان فعلا بدون الكور مش هيحصل اي حاجة خالص، عشان كده يسموه كور، جوهر النتورك، قلب النتورك. تمام، طيب النهاردة ابتدي اتكلم على ال NSS، البلوك بتاع ال NSS. تعالى بقى نحلله كده ونفكه ونشوف هو جواه ايه الحاجات الكومبوننت اللي جواه، الديفايسز اللي جواه، اليونتس اللي جواه، وظيفة كل واحد فيهم. زي ما مسكنا كده البي اس اس هيمسك ال ان اس اس وايه ونتكلم جواه. طيب ان اس اس اختصار لايه؟ انا قلت لك قبل كده بس بفكرك: نتورك سويتشنج سب سيستم. تمام، نتورك سويتشنج سب سيستم، قلت لك ان ده السويتشنج سيستم بتاعك. تمام، ده الجزء اللي بيعمل لك سويتشنج. ليه؟ لان انت الانفورميشن اللي انت بتوصلها للمحطه للبي تي اس ثم البي سي سي ثم تي ار اي يو دي كلها، وبعدين بدون سويتشنج سيستم مفيش حاجه بتتم، مفيش حاجه توصل للطرف التاني اللي انت عاوزه، اللي انت عاوز تبعت له الانفورميشن دي. بتكلم حد مثلا، مكالمتك لحد هذه المرحله ما وصلتش للطرف التاني، فلازم حد ياخد هذا الكلام ويسويتشه ويوصله ليه الطرف الاخر. حلو، جميل جدا. طيب ال NSS او زي ما احنا سميناه ال CS Core، لان هو معتمد على CS Concept. تمام، فال CS Core بتاعنا مكون من الاتي، ماشي، مكون من الاتي، هو مكون من حاجات كتيره، فركز معايا بقى عشان احنا هنطول في الموضوع ده. بص، القلب بتاع النتورك دي، القلب بتاع السي اس كور، هو الحاجه اللي هتعمل سويتشنج فعليا، والحاجات اللي حواليه اللي انا هرسمها حواليه دي حاجات بتخدم عليه، بتديك حاجات اضافيه بتساعده. بس هو السي اس كور قلبه حاجة اسمها ام اس سي. تمام، حاجة اسمها ايه؟ ام اس سي. ده ايه؟ ده فعليا ده اسمه السنترال، الفعلي اللي هو بيعمل سويتشنج، دي وظيفته ان هو يعمل سويتشنج. طبعا انا هتكلم على وظيفته دلوقتي، انا بس برسم ايه، برسم بفصص البلوك اللي كان اسمه ان اس اس، وبعدين هنمسك بقى الايه اللي احنا فصصناهم دول نفسهم، الحاجات اللي احنا هنفصصها دلوقتي كده، ونمسك كل واحد واحد ونتكلم على وظيفته. طيب فيبقى اول حاجه مين؟ ال ام اس سي، ده ديفايس. تمام، طيب ال ام اس سي ده كونكتد بيه شويه حاجات كده، كونكتد بيه شويه حاجات تانيين. ايه هما؟ كونكتد بيه مجموعه من الداتا بيزس، ماشي، كونكتد بيه مجموعه من الداتا بيزس.
تمام. انا بس عشان ما اطولش في الكتابة، انا ايه هكت كده، اقطعهم اكتبهم وبعدين ارجع لك تاني. رجعت بعد ما كتبت لك الحاجات. طبعا انت بتقول ايه ده غفلنا ولا ايه، سابنا بمربع واحد طلع جاب لنا كل ده. سهله سهله. انا قلت لك ان احنا عندنا اول حاجه الايه، الام اس سي. الام اس سي ده ايه؟ ده القلب، ده القلب بتاع النتورك كلها، ده السنترال. حواليه شويه حاجات كتيره كده زي ما انا قلت لك بتخدم عليه. فالام اس سي ريليتد بي كذا داتابيز، دي ودي ودي اللي انا راسمهم ليهم شكل ده. ده باي ذا واي يعني معلومه ليك، الشكل اللي انا رسمه الشكل الاسطواني ده الرمز العلمي لاي داتابيز. ماشي. طيب، فالمهم ان انت عندك 3 داتابيزز، حاجه اسمها في ال ار، حاجه اسمها اتش ال ار، حاجه اسمها اي اي ار. كويس. دول كده ايه، دول كده كونكتد ب ال ام اس سي. يعني الفي ال ار بيكلم الام اس سي، الاتش ال ار بيكلم الام اس سي، في لينك ما بينهم وبين بعض. تمام. طيب الاي اي ار برضو بتروح تكلم الام اس سي، فاهم؟ ده قصدي يعني بان الام اس سي حواليه حاجات كتير تقدر تكلمه وبتخدم عليه. تمام. طبعا الكلام اللي رسمه ده هوضحه لك بالظبط دلوقتي. كويس. طيب في كمان حاجه اسمها الاي دبليو اف، له وظيفه هقول لك عليها. في حاجه كمان اسمها الاس ام اس سي، ماشي، برضو بتكونكت مع الام اس سي. تمام. طيب في سنترال تاني اسمه جي ام اس سي. يعني بص لو لاحظت كده تلاقي اسمه ايه، جي ام اس سي، وده اسمه ايه، ام اس سي. يعني ده زي ده، بس يعني ده نفس زي ده بيأدي نفس الفانكشنز يعني، ولكن ده خاص بحاجات معينة وده خاص بحاجات معينة. فالجي ام اس سي ده برضو سنترال برضو زي ده، ولكن له وظيفة تانية. اقول لك اختصار ليه وكل حاجة يعني دلوقتي. تمام. طيب فالام اس سي والجي ام اس سي برضو كونكتد ببعض. تمام. طبعا السهم رايح راجع عشان ده ممكن يبعت لده وده ممكن يبعت لده. خلاص. طيب الجي ام اس سي ده ممكن يروح يكونكتك او يوصلك ب حاجه من الاتنين، يا اما ال بي ال ام ان، وحاجه تانية اسمها البي اس تي ان. تمام. طيب في كمان ديفايس انا ما كتبتوش هنا كده، ريليتد بالاتش ال ار، ريليتد بالاتش ال ار، اسمه الديفايس ده اسمه اي يو سي. ماشي. اسمه ايه؟ اسمه اي يو سي. تمام. يبقى ده الشكل على بعضه كده. تاني سريعا بص، شايف كل اللي انا رسمه ده، شايف كل ده لحد هنا كده، لحد هنا. تمام. لحد هنا كده كل ده ال NSS على فكرة، وفي حاجات تانية اكتر من كده كمان، بس ده اللي انت تستوعبه وتفهمه، وده اللي في الكورس بتاعنا. بس المهم من جوه في بلوك، في حاجه اسمها الام اس سي، ده السنترال بتاعك، ده اللي فعلا هيعمل سويتشنج. في حواليه كذا داتابيز، حاجه اسمها في ال ار، حاجه اسمها اتش ال ار، حاجه اسمها اي اي ار، وكلهم كونكتد بالام اس سي عشان الام اس سي هيحتاج منهم معلومات ويتعامل معاهم. طيب الاتش ال ار بيبقى دايما 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 كونكتد معاه حاجه اسمها الاي يو سي. طبعا هقول لك فايدته ايه، بس دايما كده في 2 جي موجود كده اتش ال ار مع الاي يو سي، تروح لل 3 جي برضو اتش ال ار مع الاي يو سي، تروح لل 4 جي الاتش ال ار مع الاي يو سي، تروح لل 5 جي برضو الاتش ال ار مع الاي يو سي. دايما دول ريليتد لبعض دايما. طيب الام اس سي حواليه برضو تو بلوكس تانيين او حاجتين كمان بيعملوا تو فانكشنز مختلفين، حاجه اسمها الاي دبليو اف، وحاجه تانية اسمها الاس ام اس سي. الام اس سي في سنترال اخوه بالظبط اسمه جي ام اس سي، بيأدي نفس الفانكشنز، ولكن بيأدي نفس الفانكشنز اللي هي ايه، يعني انا قلت لك الام اس سي ده بيعمل ايه، الوظيفه الرئيسيه بتاعته يعني ان هو بيسويتش ما بين اليوزرز، ما ده برضه بيسويتش بين اليوزرز، بس ده اللي بيخرجك بره النتورك. يعني انت مثلا رقمك فودافون، ماشي، وعاوز تكلم حد في اتصالات، اهو تو ديفرنت اوبريتورز اهو. يعني انا خد بالك اللي انا بتكلمك فيه ده خاص بوان اوبريتور فودافون مثلا، في زيه بالظبط نفس الشكل ده كده ولكن الاوبريتور تاني،
احنا عارفين كده طبعا. النتورك دي كل اوبريتور بيعمل النتورك بتاعته هو. يعني البي تي اس بتاعت اتصالات دي بتاعت اتصالات، في بي تي اس تانية بتاعت فودافون، في بي تي اس تالتة بتاعت كذا، ماشي؟ كل كومبوننت من دي بتبقى كل واحدة فيهم خاصة بمين؟ بالاوبريتور اللي مركبها. طيب فاحنا لحد هنا كده، لحد الفاصل اللي انا رسمه ده، لحد هنا ده وان اوبريتور اللي هو مين؟ فودافون. طب مثلا يعني، طب لو واحد فودافون وعاوز يروح يكلم حد اتصالات، يعني اوبريتور تاني، فمعنى كده انك عاوز تكونكت بالايه؟ بالاذر نتورك. طب مين اللي هيكونكتك بالاذر نتورك ده؟ هو اللي هيروح يوصلك. خلاص؟ طيب عندنا اختصارين كده واعرفهم عن ظهر قلب، اللي هما ايه؟ الاختصار الاولاني حاجه اسمها البي ال ام ان. البي ال ام ان اختصار ل بابليك لاند موبايل نتورك. بابليك لاند موبايل نتورك، ماشي؟ بابليك لاند موبايل ايه نتورك. طيب البي اس تي ان اختصار ل بابليك سويتشد تليفون نتورك. طيب عايز تختصر الاثنين كمصطلح يعني؟ بص موبايل نتورك ودي تليفون نتورك، فيبقى موبايل نتورك تليفون نتورك. يعني ايه باختصار؟ يعني البي ال ام ان اختصار ل شبكة الموبايل، يعني الاسم العلمي لأي شبكة موبايل. مثلا شبكة موبايل بتاعة فودافون، موبايل نتورك بتاعة اتصالات، بتاعة فرايزون، بتاعة اي تي ان تي، اي اوبريتور في الدنيا، تمام؟ اي اوبريتور من دول بما ان هو بيشتغل موبايل نتورك فهو اسمه بي ال ام ان. فالبي ال ام ان معناه ايه؟ انت عايز مثلا تقول شبكة موبايل، فالاسم العلمي بتاعها بي ال ام ان. يعني مثلا الجي اس ام بي ال ام ان، اليو ام تي اس بتاعت 3 جي بي ال ام ان، ال تي اي بي ال ام ان، دي بي ال ام ان، ماشي؟ دي شبكة موبايل، ده اسم علم. يعني معناه يعني ان السنترال ده هيخرجك يروح يوصلك ببي ال ام ان تانية. يعني مين؟ بي ال ام ان زي مين؟ زي مثلا اتصالات، وانت هنا فودافون مثلا، يعني الجي ام اس سي ده مثلا بتاع فودافون، وانت رايح يوصلك بيه نتورك تانية اللي هي مين؟ بتاعت مثلا اتصالات. طيب ما انت ممكن ما تكونش بتتصل برقم برقم موبايل، يعني ممكن الطرف التاني اللي انت عاوز تسويتش معاه وتكلمه ما هوش واحد معاه تليفون موبايل، واحد مثلا خط ارضي، التليفونات الارضية. فانت رايح تكونكت بين النتورك بتاعتك واي رقم ارضي، صح؟ فالاسم العلمي لشبكة التليفونات الارضية اسمها بي اس تي ان، بي اس تي ان، تمام؟ ومن فضلك ما تختصرهاش بستن، محدش بينطقها كده ومحدش بيقولها كده، اسمها بي اس تي ان. وديت بي ال ام ان مش بيلمن، في ناس بتقولها بيلمن وبستن، مش صح الكلام ده، ماشي؟ بي ال ام ان وبي اس تي ان، تمام؟ طيب فالبي ال ام ان اسم العلمي شبكة الموبايل، البي اس تي ان الاسم العلمي شبكة التليفونات الأرضية في الدولة اللي أنت فيها. فاحنا مثلا في مصر شبكة التليفونات الأرضية ما عندناش غير هي واحدة، مين؟ مصرية للاتصالات، تيليكوم ايجيبت، تمام؟ فدي كده ايه؟ تليفون نتورك. فانت النتورك بتاعتك اللي انت فيها هتخرجك عشان تعمل ايه؟ عشان يا اما تكلم بي ال ام ان تانية، يا اما راح تكلم بي اس تي ان تانية. طيب لو انا عاوز اكلم حد معايا في نفس الشبكة بتاعتي، يعني انا فودافون عاوز اكلم حد فودافون، خلاص الجي ام اس سي ملوش معنى، مش هيدخل في الموضوع خالص. مين امال مين هيوصلك؟ الام اس سي. الام اس سي ولا هيوصلك، انما الجي ام اس سي ده عشان ايه؟ ده عشان يوصلك بالاذر نتوركس بره. كويس؟ حلو. واحده واحده بقى نبتدي بمين؟ هنبتدي الاول بالام اس سي، وبعدين ده مش هياخد مننا وقت لان هو زيه، خلاص؟ وبعدين بقى هبدا ادخل في الداتا بيزز دي، ومن ثم نتكلم على الاي يو سي، وبعدين الاي دبليو اف والاس ام اس الاس ام اس سي، وخلاص، تمام؟ رقم ما خلصنا دول ابدا اقول لك بقى الايه كل بقى الكومبوننت اللي قلناه من اول ما شرحنا خالص، من اول ما قلنا يا موبايل ستيشن لحد هذه اللحظه، لحد ما نخلص خالص، ازاي بقى نغطي مثلا دوله زي مصر والدنيا عامله ازاي. حلو. واحده واحده بقى تعال نتكلم الاول على مين؟ على ال ام اس سي. ركز معايا، ركز معايا. ام اس سي، ام اس سي اختصار لموبايل
switching ايه سنتر، مكان اللي بيحصل فيه عملية السويتشنج، موبايل سويتشنج ايه سنتر. طيب ال ام اس سي له شويه وظايف، ال ام اس سي له شويه وظايف هنقولهم واحده واحده كده. وخلي بالك ركز عشان لما تروح مثلا تتعلم 3 جي وتتعلم 4 جي في حاجات شبيهه بال ام اس سي، فاللي بيشرح لك او انت لما تيجي تتعلم ما تاخدش مجهود ان انت تتعلمها. ليه؟ لان هيجي يتقالك ايه ده، بص دي شبه اللي في ال2 جي اللي اسمه الام اس سي. فانت اعرف دلوقتي بالظبط الام اس سي كل اغلب وظايفه ايه عشان تسهل عليك فيما بعد. طيب الام اس سي اول وظيفه له لازم تقولها، لازم تقول الوظيفه دي اول واحده لانك انت بتقول وظيفه رئيسيه ليه. اول وظيفه ان هو بي 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 سويتش سويتشنج سويتشنج اوف يوزر كونكشنز، بص ان سيم بي ال ام ان. هسال بي ال ام ان دلوقتي صح، مسالينا اهو. طيب يعني شبكة موبايل، بس شبكة موبايل ايه؟ نفس شبكة الموبايل. يعني ال ام اس سي هو اللي بيسويتش ما بين اليوزرز وبعضهم. انت عندك ترافيك عاوز تبعته بيوصل لل ام اس سي، هو بيعمل سويتش بين هذا الترافيك ويوديه للطرف التاني. دي وظيفته الرئيسية. بس السويتشنج اللي هو بيعمله ده بيعمله فين؟ ان كيس ان انت في نفس البي ال ام ان، يعني انت فودافون وبتكلم حد فودافون، او انت اتصالات وبتكلم حد اتصالات. يعني معنى كده ان الام اس سي مش هيوصلني يعني بالناس اللي بره، لا هو هيساعدك انه يوصلك بالناس اللي بره. ازاي؟ ببساطه انت بتتصل صح، عاوز تكلم انت مثلا فودافون ماشي، البي ال ام ان بتاعتك دي فودافون دي، وانت عاوز تروح تكلم حد بره اتصالات. طب اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل انك بتمشي البروسيس النورمال الطبيعيه، الموبايل بتاعك اتصل بيبعت للبي تي اس، والبي تي اس تبعت للبي سي سي، والبي سي سي في الاخر هيوصلها لمين؟ للام اس سي. طيب الام اس سي هيعمل ايه؟ هيبص يشوف الرقم اللي انت طالبه مش بينتمي لهذه البي ال ام ان، فيعمل ايه؟ ببساطه هيجي هو فورورد المكالمه دي، الطلب بتاعك ده فورورد لمين؟ للايه؟ للجي ام اس سي. فهل هو كده ما ساعدكش ان انت تخرج للبي ال ام ان؟ لا، ساعدك ان هو بيفورورد الطلب بتاعك، بيفورورد المكالمه بتاعتك للجي ام اس سي، ومن ثم يروح يكلم البي ال ام ان. فهو هنا ليه دور ماشي، له دور ان هو بيفورورد المكالمه للجي ام اس سي. تمام، فمش معنى ان انا بقول ان هو بيوصلك بيوصل ما بين يوزرز اللي اندر نفس البي ال ام ان ان هو ملوش دعوه بالاذر بي ال ام انز، لا هو له دعوه بس كدور ان هو وسيط في النص، انما مش هو فعلا اللي بيسويتش، اللي بيسويتش فعلا من الجي ام اس سي. طيب يبقى الوظيفه الرئيسيه الاولى لاي سنترال هو بيسويتش ما بين اليوزرز. تمام، طيب الـ الوظيفة التانية ايه؟ الوظيفة التانية ان هو بيكونترول all connected BSCs. يعني معنى كده ان الـ MSC الواحد بيبقى بيتحكم فيه كذا بي اس سي، الام اس سي الواحد بيبقى كونكتد بيه كذا ام اس سي. يعني لو انت عندك كده ام اس سي كده، لو انت عندك ام اس سي بالمنظر ده، خلينا بس نحط الوان مختلفه، انت عندك كده ام اس سي كده، الام اس سي ده بيبقى بيتحكم في كذا بي اس سي كده، مثلا بي اس سي 1 ماشي، بي اس سي تانية خالص، وفي بي اس سي تالتة. تمام، وانت بالتبعيه فاهم ان البي سي سي الواحده برضو بيبقى ايه بتتحكم في كذا بي تي اس كده. تمام، كل واحده دي تحتها بي تي اس تانية كتيره كده. تمام، شبكه هي صح. يعني في الاخر بص شايف كل دول، شايف كل البي تي اس دي، هنا بي تي اس ماشي، شايف كل البي تي اس دي كلها، كل دول في الاخر اللي بيتحكم فيهم في الاخر خالص كلهم السنترال ده. طبعا احنا بيكون عندنا في النتورك بتاعتنا كذا سنترال، مش سنترال واحد. السنترال
بيخدم منطقة كبيرة، تمام؟ يعني انت تدريجيا كده كل ما بتتحرك من ناحية البي تي اس رايح ناحية الام اس سي، كل ما المساحة الجغرافية وحتى كحجم الترافيك بيتحكم فيه بيكبر كل ما تتحرك من ناحية البي تي اس رايح الام اس سي. يعني البي تي اس بتتحكم في حتة صغيرة، تمام؟ ماشي ماشي. البي سي بتتحكم في كل دول، فكأنها واخدة المساحة دي تحت حسابها، البي تي اس دي والبي تي اس دي والبي تي اس، تمام؟ وبعد كده كل بي سي من دول بتخدم حتة، هو الام سي كأنه بيخدم الحتة دي كلها، مش كأنه ده فعلا اللي بيحصل، خلاص؟ فالام اس سي مثلا ممكن تكون حاطط ام اس سي بيخدم مثلا دلتا، بتكلم على القاهره مثلا، بتكلم على مصر، تمام؟ بيخدم ايه؟ بيخدم دلتا. وبعدين ممكن تحط ام اس سي تاني بيخدم الصعيد، ممكن تخدم مثلا، ممكن تحط مثلا ام اس سي بيخدم شرق الدلتا، ممكن تحط مثلا ام اس سي بايه بيخدم غرب مصر، اي حاجه يعني، تمام؟ فانت مثلا جمهوريه مصر العربيه كده مثلا حاطط فيها مثلا 7 8 ام اس سي، كل واحد فيهم بيخدم ايه؟ بيخدم منطقه جغرافيه كبيره. عشان كده وقوع الام اس سي ده مصيبه، كارثه، سنترال واقع. انت فاهم يعني ايه سنترال واقع؟ يعني مشكله كبيره، مصيبه كبيره، تمام؟ طيب فانت عندك عندك بقى ايه؟ عندك كذا ام اس سي، وكل ام اس سي منهم تحته كذا بي اس سي، والبي سي الواحده بتتحكم في كذا بي تي اس، خلاص؟ طيب اهو بقى الام اس سي بما ان دول هما اللي كونكتد بيه مجموعه البي اس سيز دول، فهو بيتحكم فيه، هو اللي بيكونترولهم، تمام؟ طيب زي ما كده، زي ما احنا قلنا كده قبل كده ان البي سي هي اللي بتتحكم في البي تي اس، نفس الكلام الام اس سي هو اللي بيتحكم في البي سي دي، وبتحكم في البي سي، بتحكم في البي اس سي دي، حلو؟ طيب ايه كمان؟ ايه كمان وظائف؟ بيعمل وظيفه اللي هي نمبرنج اناليس، نمبرنج اناليس. بمعنى فاكر وانا بشرح لك الفرق بين الامزي والتمزي صح؟ فاكر الكلام ده؟ فاكر لما جيت للجزئيه بتاعه الام اس اي اس دي ان، اللي هو رقمك اللي انت بتديه للناس عشان يطلبوك عليه، اللي احنا سميناه علميا ام اس اي اس دي ان، تمام؟ فقلت لك مثلا رقمك لو عامل كده بلس 2 0 100 200 300 400 مثلا، ده رقمك مثلا يعني، مثلا اي حاجه طبعا انا مزود ارقام هنا او يعني كده، ده رقمك مثلا. طيب الرقم ده، سوري ده مش رقمك، ده الرقم اللي انت عاوز تطلبه، ده انت مسكت موبايلك وبعدين قمت رايح ايه كتبت الرقم ده، كتبت الرقم ده عايز تطلبه، عايزه يكلمك. طيب انت طلبك ده اللي انت طلبته هنا وانت تحت البي تي اس، الطلب ده فضل ماشي 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 لحد ما راح لحد الايه الام اس سي. طيب الام اس سي هيعمل ايه؟ ما هو عاوز يكونكتك بالراجل ده. طب هو بقى لازم يعرف حاجات كتير عن الرقم ده، هل الرقم ده اصلا مقفول ولا مفتوح، الرقم ده موجود فين، الرقم ده اوصل له ازاي، تمام؟ فاوصل له ازاي ديت او ده اللي بنتكلم فيه. فهو بيعمل اناليسز، بيحلل الرقم ده، بيحلله ازاي؟ زي ما قلت، زي ما شرحت، بيمسكه من الشمال كده، هيشوف هو انت حاطط له بلس، ماشي بلس كده يعرف انت ايه دي انترناشونال كول لحد دلوقتي يعني، وبعدين بلس فين 20 20 ده كود مصر، تمام؟ طب ماشي كود مصر، وانا في نفس الوقت انا اصلا قاعد في مصر، يعني انا اللي بتصل، انا قاعد في مصر وبكلم واحد وهو كمان هو في مصر، فمعنى كده كل اللي انت كاتبه ده ملوش لازم، هي زياده والسنترال هيهملها، هي زياده انت كاتبها لانك بتتصل على واحد في مصر وانت اوريدي في مصر، فملوش لازم انك تكتب كود الدوله، ولا ملوش لازم انك تكتب البلس الاولانيه اللي هي مفتاح الدوله، مفتاح الدولي، وال20 اللي هي كود مصر، لانك كده كده انت وهو في مصر. انما لو انت مثلا في السعوديه وبتتصل على حد في مصر، ساعتها الكلام ده ينفع الام اس سي، لانه هيفهم انك انت عاوز تخرج بره الدوله اصلا، فهو هيفكر في باث ان هو يوصل ازاي بره الدوله دي. طب بره دوله مين الدوله بقى؟ هيعرفها من كود الايه، من كود الدوله المكتوب، وبعدين يشوف ايه كود الشبكه اللي انت عاوز توصل لها، فمثلا 010 ده فودافون مثلا، وده ماشي فودافون، وبعدين فهو عايز يوصلك بالبي ام ان اللي اسمها فودافون، وبعدين جوه فودافون بقى هيوصلك بالرقم اللي هو الشخص ده، فهمت؟
فالاناليسز هتختلف على حسب انت بتطلب مين، وانت في مصر ولا بره، يعني انت في نفس الدوله ولا بره الدوله وهكذا، بتكلم تليفون ارضي ولا بتكلم شبكه موبايل تانية كده. فالكلام ده بيعدي على الام اس سي، بيعمل اناليسز على الرقم، وبناء عليه بيعرف هو هيمشي الكول ازاي، هيوصلك ازاي بالطرف ده. تمام. طيب رقم ثلاثة، رقم أربعة، الوظيفة الرابعة، هو المسؤول إن هو يعمل لك حاجة اسمها سيرفيس بروفيجننج. سيرفيس بروفيجننج، سيرفيس ايه؟ بروفيجننج يعني هو اللي بيقدم لك السيرفيسز. تمام. يعني انت مثلا عاوز تعمل اي حاجة، تمام، عاوز تعمل كول، عاوز تبعت اس ام اس، عاوز تعمل اي حاجه، اي سيرفيس، اي سيرفيس انت بتعملها، فهو ده اللي بايه بيسمح لك انك تعمل السيرفيس. ما هو انت ممكن انت تيجي تتصل فما يسمحلكش تتصل لاي سبب من الاسباب بقى. تمام. ماشي. ما معكش رصيد مثلا. طب انت ما معكش رصيد تتكلم، هيخليك تعمل الكول؟ هيسمح لك؟ مش هيسمح لك. ما معكش رصيد تبعت اس ام اس، تمام، هتعمل ايه؟ فمش هيسمح لك. فهو اللي بيقرر ايه السيرفيس، ايه السيرفيس او السيرفيس اللي يعمل لك بروفيجننج. كلمه بروفيجننج يعني قدمها لك يعني. تمام. وكمان هو اللي بيمنع، فبيعمل لك حاجه اسمها ليجل انترسبشن. ليجل انترسبشن يعني يعترض الطلب بتاعك ده. ليجل انترسبشن، كلمه انترسبشن يعني اعتراض. فيا اما يسمح لك او ما يسمحش، يا اما يسمح ان انت تقدم لك سيرفيس معينه او ما يسمح. طيب مثلا ليجل انترسبشن زي ايه مثلا؟ مثلا انت عاوز زي ما قلت لك ان انت ما تعملش كول، فمش خليك تعمل كول عشان مثلا ما معكش رصيد. ماشي. مثلا نفس المثال انا ضربته. طب مثلا سيرفيس بروفيجننج، انت عاوز تعمل كول، مسموح لك تعمل كول؟ اه مسموح لك، فتفضل اعمل كول. تمام. فدي معناها بيقدم لك سيرفيسز، دي معناها بيعترض على ان هو يقدم لك سيرفيس. خلاص. طيب ايه كمان؟ بيساعدك في عملية التشارجنج، ان هو يحاسبك. مش انت بتتكلم هتدفع فلوس؟ طيب هو بقى بيساعدك ان انت يحاسبك ازاي، بس هو الحقيقة مش هو اللي بيحاسبك، عشان بس الحق يعني يتقال، مش هو اللي بيحاسبك. هو بيعمل ايه؟ هو بيساعد السيستم اللي وظيفته ان هو يحاسب. وعلى فكرة الكلام اللي انا بتكلم فيه ده بتكلم على الناس اللي هي الناس اللي هي مش كارت، لا خط، مش كارت، لا اللي هي بتبقى فاتورة. تمام. يعني الناس اللي هي في الفواتير، لان انت لو انت معاك كارت يبقى معاك كريدت معين فبتتبعش الطريقة دي. لا، هو بيعمل ايه؟ بيديدكت او بيخصم من الرصيد اللي عندك. انما لا، انت هنا الموضوع مختلف، انت هنا ايه لسه انت بتتكلم الاول وبعدين هتبقى تدفع بعدين، يعني مفيش رصيد احنا بنخصم منه. تمام. فانت محتاج حد يساعد اللي مسؤول عن ان هو بيحاسب، محتاج حد او محتاج حاجة تساعد السيستم اللي بيحاسب. في سيستم بيحاسب، السيستم اللي بيحاسب ده على فكرة اسمه البيلينج سيستم. في كده سيستم اسمه البيلينج سيستم، وفي مهندسين شغالين جواه بس ما عندهمش حاجة تانية غير كده. بيلينج سيستم يعني السيستم اللي بيطلع الفواتير. تمام. طيب فالبيلينج سيستم منتظر ايه؟ منتظر تقرير من الام اس سي لكل حاجة انت بتعملها. انت مثلا عملت مكالمة دلوقتي، تمام، تاني بكرر ان الكلام ده خاص بالناس اللي هي فاتورة مش كارت. تمام. طيب فانت دلوقتي عملت كول، فالكول دي لمس بيعمل ايه؟ بيطلع بعدها تقرير. التقرير ده اسمه، التقرير ده اسمه اسمه سي دي ار. سي دي ار، كلمة سي دي ار يعني كول داتا ريكورد. تمام. يعني ملخص كده عن المكالمة، انت مين وكلمت مين وكلمته مثلا ربع ساعة نص ساعة مش عارف ايه. تمام. وبعدين يعمل ايه السي دي ار ده؟ يعني الام اس سي بعد ما عمل السي دي ار ده يعمل فيه؟ يبعته، يبعت السي دي ار الخاص بالمكالمة دي للبيلنج سيستم. بس البيلنج سيستم بقى يقعد يجمع السي دي ارز بتاعتك، وفي الاخر خالص انت مثلا بتدفع الفاتوره كل شهر كل مش عارف ايه، تيجي يجي يجمع لك بقى كل السي دي ارز دي، يقول لك مثلا تدفع يا باشا كذا. تمام. فهو الام اس سي بيساعد في عمليه التشارجنج
مش هو اللي بيتشارج، اللي بيتشارج ده هو ده اللي مسؤول، بس ده اللي بيساعد، تمام؟ لان ده اللي عارف كل حاجه، خلاص. بيعمل حاجه اسمها سي دي ار بعد كل كول. وطبعا كلمه كول هنا مقصود بيها مش مجرد كول مكالمه يعني، لا، اي حاجه بتعملها، خلاص. كول داتا ريكورد، وبعدين بيزحلق بقى يبعت السي دي ارز دي للبيلنج سيستم، وهو يطلع لك الفاتوره في الاخر، تمام؟ المهم يعني هو بيحاسبك، بيساعدك في عمليه التشارجنج. طيب انا طبعا انا سايب وظائف مهمه للام اس سي جايه بقى قدام شويه، عشان بس هطلع منها الحاجات التانية. من ضمن برضو وظائف الام اس سي ان هو بيعمل لك حاجه اسمها كونكشن مانجمنت. وارجوك ركز في المصطلحات دي، كونكشن مانجمنت. كونكشن مانجمنت اختصارها سي ام، كونكشن مانجمنت. يعني ايه؟ مش انت في الاخر هيتكريت ليك كونكشن؟ طيب الام اس سي هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيعمل كونكشن سيت اب، يعني هو اللي بيسيت اب ليك الكونكشن ده. انت مش مثلا عاوز انت مثلا اكس عاوز يكلم واي، طيب مش في باث طويل كده من اول عندك لحد عنده؟ طب مين اللي بيكريت الباث ده؟ مين اللي بيكريت الكونكشن ده؟ الام اس سي. فهو بيكريت الكونكشن، تمام؟ كلمة كونكشن مانجمنت يندرج تحتها حاجات كتيرة الام اس سي بيعملها، بس كلها خاصة بمين؟ بالكونكشن اللي انت عاوز تعمله. هي كلمة مانجمنت يعني ايه؟ هي كلمة مانجمنت يعني ايه؟ يعني معناها إدارة، صح؟ بتدير الكونكشن، يعني بتعمل حاجات عشان تنظم أو تنشئ أو تظبط الكونكشن بتاعك، تمام؟ زي مثلا زي الكونكشن سيت اب، زي مثلا الكونكشن سيت اب مثلا، ماشي؟ كونكشن سيت اب، الكونكشن بتاعك ده عايزين نعمله أصلا، ماشي؟ كونكشن سيت اب، تمام؟ طيب انت مثلا خلصت مكالمه، مش هنعمل لك ريليز للكونكشن ده، يعني نقفل بقى الكونكشن ده، نشيله خلاص، كونكشن ريليز وهكذا. فاللي مسؤول ان هو يعمل لك الكونكشن، اللي هو مسؤول ان هو يريليز لك الكونكشن، يشيله، هو مين؟ هو الام اس سي، تمام؟ وكل دي وظائف تندرج تحت مسمى السي ام اللي هو الكونكشن مانجمنت. خد بالك عشان في بروتوكول اسمه السي ام، الكونكشن مانجمنت بروتوكول، هو اللي بيعمل الحاجات دي. كلمة بروتوكول يعني سوفت، يعني بالبلدي كده عبارة عن سوفت وير، هو اللي بيعمل القصة دي، عشان بس ما تخش في القصة بتاعت البروتوكول والكلام ده. فالمهم ان من وظائف الام اس سي حاجة اسمها الكونكشن مانجمنت، بيعمل لك كل حاجة خاصة بمين؟ بالكونكشن. طيب في عندنا حاجة تانية، وارجوك بركز عشان دي هنخرج منها الحاجات جديدة عليك خالص المرة دي. اسمها ايه؟ اسمها موبيليتي مانجمنت. موبيليتي مانجمنت، ام، ماشي؟ ام، موبيليتي مانجمنت دي ايه؟ دي مانجمنت لاكشنز معينه هتحدث نتيجه ان الموبايل بيتحرك، موبيليتي، تمام؟ طيب زي ايه مثلا؟ زي عندنا حاجه اسمها، بص بقى كده عشان دي حاجه جديده عليك ودي مهمه جدا واساس في الموبايل، زي مثلا حاجه اسمها البيجينج، ماشي؟ حاجه مثلا اسمها اللوكيشن ابديت، لوكيشن ابديت، ماشي؟ حاجة مثلا اسمها تمزي، ماشي؟ حاجة مثلا اسمها تمزي ريالوكيشن، فاكر التمزي؟ تمام؟ تمزي ريالوكيشن. حاجة مثلا اسمها انتر ام اس سي هاند اوفر. ايه يا عم الكلام ده، انت بتخضنا ليه كده؟ متقلقش متقلقش، تمام؟ وهكذا، حاجات كتير. لو لاحظت هتلاقي كلها حاجات حصلت نتيجة حركة الموبايل، نتيجة ان هو عمل موبيليتي معينة فنتج عنها حاجة معينة، تمام؟ خلاص؟ او ان هو في حاجة بتحتاج مننا، او حاجة بتعتمد على ان الموبايل بيتحرك مش ثابت، تمام؟ طيب واحدة واحدة كده. طبعا اللي انا هشرحهم من دول هو ده بيجينج واللوكيشن ابديت، هما الاتنين ريليتد ببعض مش بشكل او اخر. كلمة تمسي ريالوكيشن
وانتر ام اس سي هاند اوفر. فاكر الهاند اوفر؟ الهاند اوفر معناه ايه؟ معناه ان الموبايل بيتحرك صح، بس معاه كول. موبايل بيتحرك بس معاه كول، احنا عرفناه قبل كده، قلت لك ان الموبايل لما بيتحرك من سيل تو سيل بيعمل عمليه اسمها هاند اوفر، ودي ما بتحصلش فقط غير وانت بتتكلم. طيب اهو بقى الهاند اوفر هنا المره دي سبيشال كيس. ازاي؟ ان انت التو سيلز اللي انت بتتحرك ما بينهم، التو سيلز اللي انت بتتحرك ما بينهم كل واحد فيهم تبع ام اس سي مختلف. يعني انت مثلا ادي مثلا سيل اهوت، وفي سيل تانية ايه ماشي، انت بتتحرك من هنا لهنا تمام. طيب السيل دي تبع ام اس سي 1 والسيل دي تبع ام اس سي 2 صح؟ طيب انت بتتحرك من هنا هتعمل هاند اوفر صح، بس الهاند اوفر المره دي هاند اوفر تقيل شويه. ليه؟ لانه ما بين سنترالين، لانه ما بين السنترال ام اس سي 1 وام اس سي 2. الكلام ده هرجع له تاني في نهايه الكورس خالص، في حاجه عندنا كده اسمها ترافيك كيسز بشرح فيها الكلام ده خلاص. بس انا قصدي اقول لك يعني ان في حاله وجود كيس دي اللي هي ان في هاند اوفر هيتم ما بين تو سيلز، والتو سيلز دول كل واحده فيهم تبع ام اس سي مختلف، فساعتها الام اس سي بيتدخل، عشان كده انا بنشرحها هنا تمام. انما لو الكيس دي، لو التو سيلز دول تبع نفس الام اس سي، يعني مش تو ديفرنت ام اس سيز، ساعتها الام اس سي مش هيتدخل ولا حاجه، يعني ما فيش هنا تدخل على ليفل ام اس سي تمام. طيب التمزي ريالوكيشن دي هشرحها بعدين، هقولها بعدين. طيب فخلينا نركز مع الاثنين دول، خلينا نركز مع الاثنين دول، بيجينج ولوكيشن ابديت، واحده واحده، وارجوك ركز. بيجينج، كلمه بيجينج يعني ايه؟ معناها ان احنا كنتورك يعني عاوزين ننادي على حضرتك، بنسيرش على حضرتك عشان انت حد بعت لك حاجه. حد بعت لك حاجه يعني واحد مثلا بيتصل بيك، هتقول لي طب ما يتصل بي، اقول لك ما هو احنا لازم ننادي عليك الاول، يا فلان الفلاني رد لو سمحت عشان في حد بيتصل تمام، او جاي لك اس ام اس، او جاي لك واتيفر الحاجه اللي جايه لك. فالبيجينج معناه ايه؟ معناه ايه؟ ان انت بتنادي، بتسيرش على حد انت عاوزه يكلمك، ده معنى كلمه بيجينج تمام. طيب البيجينج ده مين اللي بيبعته لك؟ يعني في الاخر خالص مين اللي هيبعت لك حاجه اسمها بيجينج مسج تمام؟ ما هي رساله، يا فلان الفلاني رد، هيشوف رساله يا فلان الفلاني رد عشان فلان الفلاني عاوز يكلمك، بيجينج مسج. طيب البيجينج مسج دي مين اللي هيوصلها لك انت كموبايل؟ المحط، هو انت بتكلم غيرها اهو اهو صح، بيجينج مسج. طيب هو البيجينج مسج دي اصلا مين اللي قال للمحطه تبعتها لك؟ ما المحطه مش من دماغها هتعرف ان في حد بيتصل عليك. مين السورس اساسا؟ مين السورس اللي هو عارف ان في حد هيتصل بيك؟ السورس هو اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو مين؟ اللي هو الام اس سي. مش لو واحد عاوز يكلمك، احنا اتفقنا لما انت تكون عاوز تكلم حد اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انك في الاخر خالص لازم توصل للسنترال عشان يسويتشك بالطرف التاني صح؟ فكده السنترال وصل له طلب سيادتك ان انت عاوز تكلم حد، فالام اس سي منوط بيه ان هو عاوز يوصلك. فالاول هو بيدور عليك، بيدور على مكانك، بندور الاول على مكانك، وبعد ما نعرف مكانك بنبعت لحد البي تي اس اللي انت كونكتد تحتها عشان هي تبعت لك البيجنج مسج دي. نقول تاني انت في حد عاوز يكلم حد، في حد اكس ايه عاوز يكلم بي. هو المشكله ان ايه وبي دول هما ما ينفعش يكلموا بعض الا من خلال مين؟ ام اس سي. حلو. طيب ايه ده؟ طلب ان هو عايز يكلم بي، فالطلب ده وصل لحد الام اس سي تمام. الام اس سي دلوقتي عايز يعمل ايه؟ عاوز يوصلك ببي. طيب افرض بي ده قافل موبايله، الام اس سي هيعمل ايه؟ هيوصلك؟ مش هيوصلك طبعا، لانه هو قافل موبايله. طيب بي ده فاتح موبايله وكل حاجه، فاحنا الاول عاوزين نعرف بي ده موجود فين في النتورك الطويله الكبيره العريضه دي، موجود تحت البي تي اس دي ولا موجود هنا؟ ما هو انت موجود تحت في السلايه
صح؟ فاحنا عاوزين نوصلك بالمكان اللي انت فيه، ما انت مش منتشر في النتورك كلها، انت موجود في مكان معين صح؟ يعني ليك لوكيشن معين عايزين نوصلك بيه. طيب فرقم واحد الام اس سي لازم يعرف مكانك، بعد ما يعرف مكانك هيوصل لي اقرب سل انت تحتها، تمام؟ ان احنا عاوزين والله ننادي على الراجل ده عشان انت تحت السل دي، تمام؟ طيب فهنا كده في ايه؟ هيتبعت لك البيجنج مسج اللي احنا بنتكلم عليها، الرساله ان يا فلان الفلاني يرد عشان جالك كول. بس مين الاصل اللي هو قال طلعوا بيجنج للراجل دهوت؟ الام اس سي. الام اس سي هو ده الاصل، عشان كده الام اس سي بيطلع من عنده من هنا كده، بيطلع حاجه اسمها، بيطلع من عنده من هنا حاجه كده، حاجه اسمها بيجنج. بس بيجنج ايه؟ اوردر، امر. في فرق بين بيجنج اوردر وفي فرق بين بيجنج مسج. بيجنج مسج دي اللي هي توصل لك انت كموبايل، دي اللي انت عاوز تسمعها، تمام؟ واللي بيبعت لك البيجنج مسج دي مين؟ الايه؟ البي تي اس. طيب انما البيجنج اوردر ده مجرد امر بان احنا نبعت دي، ده مجرد امر ان احنا نبعت البيجنج مسج، بس الامر ده طالع من مين؟ طالع بالام اس سي. افرض طيب ان زي ما قلت لك، افرض ان الراجل ده قافل موبايله، الام اس سي هيطلع بيجنج ليه؟ مش هيطلع بيجنج. طيب افرض الراجل ده سارق الموبايل اللي بيتكلم منه دلوقتي، واحنا ممنوع ان احنا نوصلك بموبايل مسروق مثلا، يعني هل الام اس سي هيطلع بيجنج؟ مش هيطلع بيجنج. واخد بالك ازاي؟ ففي الاخر اللي هيسمح من البدايه ان انت يطلع لك بيجنج اصلا هو الام اس سي، بس بيطلع منه حاجه اسمها بيجنج اوردر، ان يا كذا يا فلان الفلاني ابعت له بيجنج مسج. ماشي تمام؟ طيب يبقى فهمنا بيجنج اصلا يعني ايه؟ بيجنج معناه ان انا ايه؟ بنادي عليك. فانت لما تسمع البيجنج مسج دي انت كموبايل، رد فعلك ايه لما تسمع البيجنج مسج؟ هتفتح المسج دي انت كموبايل تقراها تقول ايه؟ اه والله ده انا جاي لي كول، اما رد. فتبدا بقى ايه؟ ترد باك لحد ما يوصل انك انت تتوصل بالطرف اللي بيتصل بيك. معايا؟ خلاص؟ طيب ففهمنا يعني ايه بيجنج؟ بيجنج معناه ايه؟ بسيرش على يوزر معين عشان اقول له ان انت ببعت لك حاجه، وهو لازم يرد على هذا البيجنج، لو رد معناه هيتكلم. طيب حلو. طيب انا قلت دلوقتي عشان البيجنج ده يوصل لك، عشان البيجنج ده يوصل لك ويتبعت لك لازم نعرف مكانك، صح؟ لان انت زي ما قلنا اهوت، زي ما قلت من شويه، ان احنا دلوقتي نتورك عندنا في ام اس سي، والام اس سي ده تحته كذا بي اس سي، والبي سي تحتهم كذا بي تي اس، والبي تي اس الواحده عباره عن كذا سل، فانت في الاخر في سلايه واحده من كل دول، صح؟ انت في سلايه واحده من كل دول، في سلايه واحده من كل الدنيا دي. طيب انا بقى لو عايز ابعت لك بيجنج اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا مش لازم اعرف مكانك الاول؟ يبقى مكانك لازم يبقى معروف للنتورك، المحطه النتورك لازم تكون عارفه مكانك اللي المفروض نبعت لك عليه بيجنج. حلو. طيب مين اللي اصلا، عشان بس تعرف فلسفه الامور يعني، مين اصلا اللي في ايده ان هو يقول ابعتوا بيجنج لليوزر ده او ما تبعتولهوش؟ الام اس سي. عشان كده لازم الام اس سي يكون مرتبط بقاعده بيانات مكتوب فيها كل يوزر من اليوزرز دول دلوقتي مكانه فين، بحيث ان لما ايه يحب يتصل ببي يقوم الام اس سي لما يجي له طلب ايه ان هو عاوز يكلم بيه، يقوم يعمل ايه؟ يروح يسال قاعده البيانات وتقول له فلان الفلاني دوت والله في السله الفلانيه. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده غلط وهصححه دلوقتي، في السله الفلانيه، تمام؟ فالموبايل فالام اس سي يقوم ايه؟ يقوم جاي بعت لك البيجنج اوردر على المكان اللي انت فيه، والبي تي اس تقوم بعت لك البيجنج مسج. تاني عشان نبعت لك بيجنج، عشان ننادي عليك، لازم نعرف مكانك. دائما وابدا النتورك لازم تبقى عارفه مكانك. لو في اي وقت من الاوقات النتورك مش عارفه مكانك فين، ما تبقى مشكله، مش هنعرف نوصل لك، صح؟ ما هو البيجنج ده بيجنج مرتبط بمكان، ابعت لك مكان، صح؟ ابعت لك في المكان اللي انت فيه. طيب فدلوقتي لو مش عارفين مكانك، مش هنعرف نبعت البيجنج ده فين، مش هنعرف نبعته فين. طيب فيبقى يور لوكيشن لازم دايما يبقى معروف للنتورك، تمام؟ هتقولي طب وايه المشكله يعني؟ طب ما انا تحت السيل ده اهي، طب ما انا تحت السيل اللي هي اسمها كذا،
تمام. السل اسمها ايه؟ كذا دي. تمام، هي السل اسمها كذا دي، احنا قلنا اسمها قبل كده يعني اي سلايه كده، مش احنا قلنا لها اسم؟ اه فاكر، ايه هو اي سلايه بيبقى لها حاجه اسمها سي جي اي، اللي هو سيل جلوبال ايدنتيتي. شرحتها فين دي؟ شرحتها لما كنت بشرح لك الموبايل ستيشن والسيم كارد. انا قلت لك من ضمن المعلومات المتخزنه جوه السيم ميموري الايه؟ السلايه اللي انت فيها دلوقتي. طب السلايه اللي انت فيها دلوقتي ما لهاش اسم؟ اه ليها اسم، اللي هو سي جي اي، سيل جلوبال ايدنتيتي. خلاص؟ طيب فدلوقتي هتقول ايه؟ طب ما خلاص يا عم، طب ما هو لو عاوز يبعت عاوزين نوصل للراجل دوت، هو بس يعرفنا مكانه ان هو موجود في انهي سلايه. تمام؟ معروف ان هو في ايه؟ في انهي سلايه، وبعدين نبيج عليه في هذه السلايه. هقول لك جميل جدا، جميل جدا، حلو. يبقى هو معرفنا ان هو مثلا في السل دي دلوقتي، تمام؟ طيب، هل الراجل الموبايل ده الطرف ده ثابت في مكانه ولا بيتحرك؟ بيتحرك. طيب لما يتحرك ويروح سلايه جديده هيعمل ايه؟ لازم يعرف النتورك بان هو موجود في سلايه جديده، صح؟ لان احنا حطينا قاعده مع بعض كده ان دائما وابدا لازم مكانك يبقى معروف للنتورك. فلو انت غيرت مكانك، لو سمحت يا موبايل عرفنا ان انت غيرت مكانك. خد بالك النتورك مش من نفسها بتعرف انك غيرت مكانك، فاهم؟ النتورك مش من نفسها بتعرف انك دخلت السلايه معينه، لا. تمام، بتعرف في حاله واحده بس، لو انت بتعمل كول، عشان انت بتعمل كول على السلايه ديت فانت واخد منها تشانل، فمتخزن في على النتورك ان انت واخد تشانل من السلايه دي فهي عارفه مكانك. انما لو انت ما بتعملش كول وماشي كده، وماشي كده، انت ما بتعملش كول دلوقتي، موبايلك كده ساكت مع نفسه وبيتحرك، هو انت او احنا نعرف منين انك موجود في الحته دي؟ ما نعرفش. فانت اللي بتقول النتورك على فكره على مكانك، يعني مش العكس. يعني الناس متخيله ان انا مثلا عشان موجود في المكان ده فخلاص النتورك حاسه بيا، لا لا لا، الموضوع مش صح. انت اللي موجود في المكان وانت اللي بتعرف النتورك بمكانك، وهي بتخزن المعلومه اللي انت قلتها لها. حلو، يبقى حطينا قواعد كده. رقم واحد ان انت مكانك دائما وابدا لازم يبقى معروف للنتورك. طيب نيجي لرقم اتنين، مكانك ده ايه؟ اللي هو ايه؟ هتقول لي مثلا مكاني اللي هو السيل اللي انا فيه. هقول لك طيب بص بقى اللي هيحصل ده، ان انت دايما دايما طول ما انت بتغير مكانك لازم دايما تعمل ابديت للنتورك بمكانك الجديد. تبعت لها تقول لها ايه؟ تقول لها نتورك انا غيرت، سبت السلايه ده ايه ورحت السلايه تانية. وبعد ما تتحرك كمان شويه يا نتورك والله انا سبت السلايه ده ايه ورحت السلايه التانية، وهكذا بقى. طول ما انت ماشي كده عمال تعمل ايه؟ تابديت النتورك بمكانك كل شويه كل شويه كل شويه كل شويه. انت متخيل انت بتعمل ايه؟ انت بتصدع النتورك، انت بتعمل لود، حمل كبير جدا جدا على النتورك. وخاصة لو انت موبايلك ما بتعملش بيه حاجة، يعني انت موبايلك حاطه في جيبك كده وانت راجل عمال تتحرك، عمال تخرج بقى من سيل تو سيل، واول ما تدخل السلاية الجديدة ايوه لوكيشن ابديت انا غيرت مكاني، وبعدين بعد بس ثواني بعد دقايق غيرت السلاية ايوه يا نتورك انا غيرت اللوكيشن بتاعتي، ايوه انا غيرت اللوكيشن بتاعتي. كل شويه انت عمال تعمل ابديت لللوكيشن بتاعك، صدعت النتورك. ده لود جامد جدا على النتورك، ما ينفعش الكلام ده. وانت بتتكلم على ايه؟ على سبسكرايبر واحد، على سبسكرايبر واحد. حلو، فاهم ازاي؟ طيب هتقول ايه؟ طب ما خلاص بقى احنا ما نعرفش، يعني ما نقولش النتورك على مكاننا خالص بقى، مش مهم نعرف بقى النتورك بمكاننا خالص. هقول لك طب ماشي، ما تعرفش نتورك بمكانك ولا تقضيت نتورك بمكانك خالص. حلو، عارف اللي هيحصل ايه؟ يعني نتورك خد بالك ما تعرفش مكانك، احنا بنتكلم في كيس تانية دلوقتي، نتورك ما تعرفش مكانك خالص، وانت لما بتتحرك من سيل تو سيل ما بتعرفهاش، ما بتقولهاش حاجه. طيب تعالى بقى كده فكر معايا، البيجنج ده لما نتورك عاوز تبعته، هو عاوز تبعته لمين؟ ليك. طب انت فين؟ ما هي ما تعرفش. طب عشان توصل لك البيجنج ده تقوم تعمل ايه؟ عارفه تعمل ايه؟ هتخلي النتورك كلها تبعت لك بيجنج. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي هنا ام اس سي، والام اس سي ده تحته كذا بي اس سي، تمام، والبي سي الواحده تحتها بي اسات كتيره، تمام. طيب انا عندي كمان ام اس سي تاني، نفترض ده ام اس سي 1 ده ام اس سي 2، وكل واحد فيهم نفس التقسيمه دي، نفس التقسيمه اللي انا رسمتها دي، اللي هو ايه؟ عندي بي سيات كتيره، وكل بي سي تحتها بي اسات كتيره، تمام. عارف اللي هيحصل ايه لو احنا مش عارفين مكانك؟ احنا مش عارفين مكانك،
وفي نفس الوقت انت بتتبع اسلوب ان انت لما تغير مكانك ما بتعرفناش، خلاص بقى احنا مش عارفين مكانك. عارف اللي هيحصل؟ عارف ايه هيحصل؟ كل ما نحب نبعت لك بيجنج هنخلي البيجنج ده يروح لكل السلات دي كلها، يعني كل البي تي اسات اللي في النتورك عماله تبعت لك بيجنج مسج. انت متخيل اللود الرهيب اللي بيحصل؟ متخيل الحمل الكبير اللي على النتورك؟ طب لا ده ينفع ولا ده ينفع. يعني ايه لا ده ينفع ولا ده ينفع؟ يعني ما ينفعش انك انت ما تبقاش معرفنا مكانك وبالتالي انت مش بتابديت مكانك. ما انت مش معرفنا مكانك فطبيعي انت مش بتابديته، ما انت مش معرفه، فبالتالي انت عمال تتحرك من سيل تو سيل وما بتعرفناش بانك انت غيرت السيل، لانك اصلا في الاساس متبع اسلوب ان انت مش هتعرفنا مكانك خالص، فاحنا مش هنتبع هذا الاسلوب. الحاجه التانيه اللي هي ايه؟ طب خلاص لو احنا اتفقنا انك بتعرفنا مكانك اللي هو مثلا ايه السلايه السيل، فانت لما تتحرك من سيل تو سيل هتقبضتنا بمكانك. طب ده برضو ما ينفعناش ليه؟ لانك انت كل ما تقبضتنا بمكانك هتحتاج تبعت لنا الابديت. تمام؟ انت عارف يعني ايه يا جماعه؟ يعني السلايه دي قد ايه؟ مثلا ممكن تكون 300 متر 500 متر، فانت كل ما تتحرك 500 متر وتغير السلايه تبعت النتورك لوكيشن ابديت، لوكيشن ابديت ريكويست، لو سمحت يا نتورك امسحي المعلومه القديمه اللي عندك عني ان انا موجود في السلايه 1 واكتبي ان انا في السلايه 2، وبعد بس دقيقه تجي بعت تاني لو سمحت نتورك شيل المعلومه القديمه بتاعت ان انا في سيل 2 واكتبها لي انا في سيل 3. وانت اصلا ما بتعملش حاجه، يعني انت موبايلك ساكت وما بتعملش حاجه، يعني يا ريتك في كول. لا ده انت ما بتعملش حاجه اصلا، ده انت عمال تتحرك، يعني انت ما بتعملش اي اكتيفيتي وبتتحرك وقارف النتورك ومصدعه على الفاضي. فطبعا ما ينفعش الكلام ده، فالطريقتين دول ما ينفعوش. ما ينفعش انك انت ما تبقاش معرف النتورك بمكانك بشكل عام كده. الحاجة التانية انك لو عرفت مكانك على ليفل على مستوى السل ده برضو ما ينفعناش، عشان المشكلة اللي تحصل نتيجة ان انت كل شوية عملت ابديت النتورك بمكانك الجديد لما تتحرك. فالاتنين دول ما ينفعوش. طب عايزين حل وسط. ايه الحل الوسط؟ قال لك بص، قال لك رقم واحد انت لازم تعرفنا مكانك، ده رقم واحد. رقم اتنين مكانك ده بقى ما هوش السل. هتقول لي ايه ده؟ امال مكاني ايه؟ هقول لك بص احنا اخترعنا كونسبت كده. ايه الكونسبت ده؟ بص يا سيدي، هنفترض مثلا ان احنا عندنا كذا سيل كده، عندنا سيلز كتيره كده جنب بعض مغطيين اماكن معينه كده مثلا، ماشي كده. اقعد برسم شويه بس عشان انا عايز كذا واحده، ماشي وهكذا. خلاص بص بقى، بص دي سيل 1 سيل 2 سيل 3 4 5 6 7 8 9 10 ماشي. بص بقى احنا هنعمل ايه هنخترع كونسبت كده، هنخترع ايه طريقة كده اللي هي ايه بقى. بص ايه رأيك ان السلات اللي هي بالاحمر دي اللي هي واحد واتنين وتلاتة واربعة، ماشي، الاربع سلات دول انا هحطهم جوه علبة اكبر. العلبة الاكبر دي كده تمام هسميها location area، اسمها location area 1 ماشي، اختصارا بنكتبها كده LA1 ماشي. خلي بقى الاختصار ده في دماغك، لوكيشن اريا. سماه لوكيشن اريا لان دي الاريا اللي انت يحتمل تكون موجود فيها. ازاي؟ مثلا يعني هنقول ايه، انت في الاخر في السلايه صح، يعني انت في الاخر في السلايه موجود في السلايه، جميل ما انكرناش، يعني موجود في سيل كام؟ موجود مثلا في سيل 3، موجود في سيل 3. انا عايز لون واضح شويه. موجود مثلا في سيل 3 حلو، انت في سلايه في الاخر، يعني موجود في بي تي اس والبي تي اس تحت سلايه معينه. طيب بص بقى، طول ما انت موجود في السلايه اللي هي جوه العلبه الكبيره اللي هي اللي بالاحمر دي اللي هي لوكيشن اريا 1، طول ما انت جواها وعمال تتحرك، يعني بتتحرك مثلا من هنا لهنا وبعدين تروح متحرك من هنا لهنا وبعدين تروح راجع 3 تاني وبعدين تروح رايح لواحد، طول ما انت عمال تتحرك جوه العلبه اللي اسمها لوكيشن اريا 1 ما تعرفناش ان انت غيرت مكانك. يعني ايه؟
يعني مكانك دلوقتي بالنسبة لنا ما عادش سلاية، مكانك بالنسبة لنا دلوقتي هو ايه؟ هو المساحة الكبيرة دي اللي هي اللوكيشن اريا دي، دي الاريا اللي انت لوكيتد فيها بغض النظر انت في انهي سيل فيهم. يعني احنا بنعمل لوكيشن اريا مكونة من جروب اوف سيلز. فلو انت بقى عاوز ديفينيشن او تعريف بتاع كلمة لوكيشن اريا، كلمة لوكيشن اريا معناها ايه؟ مع جروب اوف سيلز جنب بعض، تمام؟ جروب اوف سيلز جنب بعض، تمام؟ وملهاش قاعده. يعني انت مثلا ممكن تبقى حاطط مثلا 10 سلات 20 30 ولوكيشن اريا تانية كبيره شويه وهو التانية صغيره، ملهاش علاقه، لا علاقه بحاجات تانية خالص، تمام؟ فاهم؟ يعني ملهاش اقصد ستاندرد، ملهاش قاعده، دي خاصه بكل اوبريتور والناس بتنظمها براحتهم، تمام؟ يعني في جوانب تانية من خلالها بين اللوكيشن اريا كعدد سيلز ممكن تبقى كبير او صغير او الكلام ده، موضوع تاني خالص على جانبي، ملوش اي دعوه بكلامنا دلوقتي. فالمهم تعريف كلمه لوكيشن اريا هي معناها ايه؟ جروب اوف سيلز جنب بعض، تمام؟ جغرافيا على الارض كده جنب بعض، تمام؟ طيب فانت بتحط سيل 1 وسيل 2 وسيل 3 وسيل 4 كلكم يا جماعه انتوا تحت مسمى لوكيشن اريا 1، واليوزر بتاعي طالما عمال يتحرك داخل هذه اللوكيشن اريا ما يبعتليش يابديت مكانه. يعني مثلا ايه؟ لو اليوزر كان في سيل 1 وقام رايح جاي متحرك وداخل سيل 3، ما يبعتش النتورك كلها حاجه، ما يبعتش يقول للنتورك حاجه. ليه؟ لان اوريدي النتورك عارفه المعلومه اللي عندك اللي متخزنه عنك انك في لوكيشن اريا 1. هل المعلومه دي اتغيرت؟ لا ما اتغيرتش. ليه ما اتغيرتش؟ لان انا بتحرك لسه داخل جوه نفس اللوكيشن اريا، ما غيرتهاش. انا بتحرك من سيل تو سيل، لكن انت جوه العلبه دي. فطالما انت ما اتحركتش خرجت بره العلبه دي خلاص ما تبعت لناش ابديت، تمام؟ طيب يبقى اول ميزه ان انت عمال تتحرك اهو، بص عمال تتحرك اهو ما بين السيلز وبعضها وما بتعملش ابديت، فانت كده خففت عن النتورك موضوع الابديت ده. طب الحاجه التانيه ايه بقى؟ الحاجه التانيه لما نيجي نبعت لك احنا بيجنج بقى، لما نيجي احنا نبعت لك بيجنج مش هنبعته في النتورك كلها على بعضها، تمام؟ مش هنبعته في النتورك كلها، يعني مش هنبعته في السلات كلها اللي انت فيها، خلاص؟ امال هنبعته فين؟ هنبعته في الاربع سلات دول. اشمعنى؟ لان الاربع سلات دول انت يحتمل في واحده فيهم، احنا ما نعرفش. ليه ما نعرفش؟ لان احنا نعرف دي بس، انما احنا ما نعرفش انت في انهي سلايه جوه العلبه الكبيره دي، ما نعرفش، احنا ما نعرفش، خلاص؟ احنا بقى بنتبع اسلوب دلوقتي ايه؟ احنا عاوزين نقلل عدد السيلز اللي احنا هنبعت فيها بيجنج، تمام؟ وعاوزين نقلل البيجنج ابديت، سوري اللوكيشن ابديت، نقلل الحاجتين دول، حاجتين هيحصلوا. ان انا لما احب ابعت لك بيجنج ما اضطرش ان انا ابعت لك بيجنج في كل السلات بتاعت النتورك كلها، لان ده بيجنج لود رهيب، حمل على البيجنج. الحاجه الثانيه ان انا اما بتحرك من سيل تو سيل هنا ما بعملش سيل ابديت، لان انا داخل نفس اللوكيشن اريا ما غيرتهاش، وهي دي المعلومه اللي معروفه عني ان انا في لوكيشن اريا 1. فيبقى انا كده ايه؟ مسكت العصايه من النص، ما بعتش بيجنج كتير في السلات كلها، وفي نفس الوقت انت كموبايل بدورك عمال تتحرك بتوين السيلز وما بتبعتش اللوكيشن ابديت، الحاجتين دول، تمام؟ يبقى كونسبت اللوكيشن اريا ده فادنا في ايه؟ ان هو بيريديوس البيجنج لود. لو انت كنت اخدت الحل بتاع ان انت ده افضل من الحل بتاع انك ما كنتش معرفنا مكانك خالص، وبالتالي احنا مضطرين نبعت البيجنج في النتورك كلها، تمام؟ انما في حاله اللوكيشن اريا لا، انت قللت البيجنج اللي هيحصل، بس عملت ايه؟ بس حجمت البيجنج ان احنا نبعته في السلات دي فقط، تمام؟ فانت دلوقتي النتورك كل ما تحب تبعت لك بيجنج هتعمل ايه؟ مش هتبعته في كل السلات اللي في النتورك، هتبعته فقط في سيل 1 و2 و3 و4، وانت في الاخر هتبقى موجود في سيل منهم هترد على البيجنج اللي اتبعت لك ده. طبعا انت مش هترد في الاربعه سيلز لانك موجود في سلايه واحده منهم بس، انت موجود يا في واحد يا في ثلاثه يا في اربعه يا في اثنين، اي واحده من دول. احنا هنبعت بيجنج هنا، لو انت موجود هنا هترد، وهنبعته هنا برضو، لو انت موجود هنا هترد، وهنبعته هنا، تمام؟ ففي الوقت اللي اتبعت فيه بيجنج على حسب مكانك انت في 1 او في 2 او في 3 او في 4 ترد على البيجنج بتاعنا. احنا المهم بالنسبه لنا نعرف نوصل لك، تمام؟ وانت ترد على البيجنج بتاعنا من اما تسمعه، خلاص؟
يبقى كونسبت اللوكيشن اريا ده قلل لنا البيجنج لود، تمام، وكمان هيعمل ايه؟ بيساعدنا ان احنا نوبتمايز الريسورسز، نوبتمايز الريسورسز بمعنى ايه؟ اوبتمايز الريسورسز اللي عندي. يعني ايه بمعنى ايه؟ تخيل كده احنا ما نعرفش مكانك وعاوزين نبعت لك بيجنج، يعني عاوزين نبعت لك بيجنج مسج. طيب البيجنج مسج دي مش معلومه؟ طيب معلومه هتتنقل فين؟ في الهواء ما بين المحطه وانت الموبايل. يعني محتاج ايه عشان تبعتها؟ محتاج تايم سلوت، صح، محتاج تايم سلوت على فريكوانسي، مش انا ببعت اي معلومه في الاير انترفيس، محتاج تايم سلوت على فريكوانسي، صح. طيب ما هو ده ريسورس، صح. طيب تخيل بقى ان انا لو انا مش محدد مكانك وانت مش بتقبضتني بمكانك خالص، فانا هعمل ايه؟ كل السلات دي كلها مستهلك فيها تايم سلوتس في النتورك كلها، عشان اعمل ايه؟ عشان ابعت لساتك بيجينج وانت في واحده فيهم بس، فده غلط، واخد بالك ازاي؟ فمن ناحيه هتقلل البيجينج اللي هيحصل نتيجه انك حجمته في المنطقه دي بس. الحاجه التانية ان انت بتستغل الريسورسز اللي عندك افضل استخدام، ما تبقاش انت عمال تبعت بيجينج لليوزر في السلات 5 و6 و7 و9 و10 وهو مش موجود فيهم، مستحيل يكون موجود فيهم لان هو موجود هنا فقط مش موجود هنا، تمام. طيب طبعا انت النتورك بتاعتك بتقسمها ل كذا لوكيشن اريا، يعني فبص، فعندك لوكيشن اريا تانية كده دي مثلا، خلاص، اللي هي سلات دي لوكيشن اريا 2 اللي هي سلات 5 و6 و7 و8، تمام. وبعدين في لوكيشن اريا تالتة، لوكيشن اريا تالتة اللي هي دي اللي هو 9 و10، لوكيشن اريا 3 وهكذا. فتعريف كلمة لوكيشن اريا هو ايه؟ جروب اوف سيلز، جروب اوف سيلز. طيب بس كده، يعني هو ده الديفينيشن فقط بتاعها؟ اه، يعني جروب اوف سيلز، جروب اوف سيلز، السيلز دول تبع نفس البي سي سي، ولا مثلا ممكن نبقى عندنا كذا بي سي سي؟ انت ايه رايك؟ رايك في السؤال ده؟ يعني ممكن مثلا، ممكن مثلا مثلا يعني ان مثلا سيل 10 تبقى مثلا سي تبع بي سي سي 1، وسيل 9 تكون تبع بي سي سي تانية، ممكن ده ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني ممكن دي تبع بي سي سي والسلاية دي تبع بي سي تانية خالص، والاثنين انا وانا في الكونفيجريشن احط 9 و10، سيل 9 و10 في نفس اللوكيشن اريا، ده ينفع ولا ما ينفعش؟ هقول لك، طب هو ايه اللي خلاه ما ينفعش؟ تنفع طبعا. ليه؟ لان بمنتهى البساطه انت لما نحب نبعت بيجنج، قلنا البيجنج ده طالع منين، الاصل بتاعه اصلا طالع منين؟ طالع من الام اس سي، من السنترال، تمام. طيب الام اس سي ده لما يجي يبعت البيجنج اوردر اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو ده، تمام، انا قلت بيدور على مكانك الاول عشان يبعت لك البيجنج ده. طيب هيبعت لك البيجنج فين؟ هتقول لي هيبعت البيجنج في اللوكيشن اريا اللي انا لوكيتد فيه، في اللوكيشن اريا اللي هي لوكيشن اريا 3 مثلا. طيب هو بقى متعرف الام اس سي ده ان لوكيشن اريا 3 دي اصلا هي عباره عن سيل من بي اس سي 1 وسيل من بي اس سي 2، ده بيتعرف له. يعني انت وانت بتعمل اللوكيشن اريا 3، تمام، دي كمعلومه جوه الام اس سي هو عارفها، بتقوله ان اصلا اللوكيشن اريا 3 دي مكونه من سيل 9 و10، بس 9 دي خلي بالك تبع بي سي سي 2 و10 دي تبع بي سي 1. طب حلو، ايه اللي هيحصل ايه بقى ساعتها؟ اللي هيحصل ادي ام اس سي اهو عاوز يعمل ايه؟ يبعت بيجنج، فيجي باعت لبي سي سي 1 ويبعت كمان لبي سي 2، واخد بالك ازاي؟ لان هو ما ينفعش يبعت لبي سي واحده بس منهم، ما ينفعش يبعت لدي بس، تمام، لان خد بالك البي سي دي مثلا تحتها بي تي اس، والبي تي اس هي تعرف السيل دي فقط انما ما تعرفش السيل الثانيه، فانت كده هتبعت في نص اللوكيشن اريا ونص، واللوكيشن اريا التانية النص التاني بتاعها ما جاش في بيجنج، فانت لازم تبعت توصل في الاخر لكل السيلز اللي داخل اللوكيشن اريا بغض النظر هما اندر كام بي اس سي، مش هتفرق.
فيبقى لو السلات مثلا، خلينا ندي مثال تاني، لو مثلا السلات اللي هنا دول اللي هما بالاحمر هما كلهم تحت بي سي واحده، خلاص الام اس سي هيبعت للبي سي دي فقط، والبي سي هتبعت لكل البي تي اسات، وكل السلات اللي تحتها تبعت بيجنج هنا في 1 وفي 2 وفي 3 و4. تمام. يبقى تعريف اللوكيشن اريا ما هواش مرتبط بي سي سي معينه، لا مش شرط. تمام. لكن في حاجه مهم، لازم اللوكيشن اريا تكون تحت بي ام اس سي واحد فقط. تمام. ليه؟ لان ما ينفعش ان الام اس سي، لان ما فيش ما ينفعش ان اللوكيشن اريا تكون متقسمه، ما ينفعش ان اللوكيشن اريا تكون متقسمه جزء منها تبع ام اس سي وجزء تاني تبع ام اس سي تاني، ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ليه؟ عشان اتعرف قدام كمان شويه. حلو. يبقى التعريف العام بتاع كلمه لوكيشن اريا جروب اوف سيلز، بس حط شرطين. الشرط الاولاني ان هما تحت نفس الام اس سي، الشرط التاني ان هما مش شرط يكونوا كل السلات تبع نفس البي اس سي. تمام. كلام واضح وكليرة وخالص اهو. طب في حاله ان هما مش تبع السلات اللي داخله في تكوين اللوكيشن اريا، مش كلهم تبع نفس البي اس سي، ساعتها الام اس سي اول ما يقرر ان هو عاوز يبعت لسيادتك بيجنج، يطلع يتعمل لك بيجنج، هيبعت للبي سي دي ويبعت للبي سي دي. ليه؟ لان هو عنده معلومه مسبقه ان اللوكيشن اريا 3 اللي احنا هنبعت لسيادتك فيها البيجنج مكونه من سلات، كل سل منهم تبع بي سي سي مختلف، فهو لازم يبعت هنا البيجنج ولازم يبعت هنا البيجنج عشان يجي لك في السلايه دي ويجي لك في السلايه دي، وهو انت بقى موجود هنا هترد، موجود هنا هترد. تمام. فهمنا يعني ايه بيجنج، فهمنا يعني ايه بيجنج. تمام. بيجنج معناها بس ببعت لك بيجنج مسج عشان عندك مكالمه، بسيرش على اليوزرز، بنادي على الناس. تمام. طيب عرفنا يعني ايه لوكيشن اريا. اللوكيشن اريا هي حاجه اكبر من السل. اللوكيشن اريا دي عباره عن ايه؟ حاجه اكبر من السل، هي مجموعه من السيلز. تمام. عشان كده وانا بشرح في مره سابقه قلت لك ان السيل دي اصغر يونت عندنا في النتورك، مفيش اصغر من السيل. تمام. دي اصغر تعريف عندك موجود، السيل جروب اوف سيلز يكونوا ايه؟ لوكيشن اريا. تمام. طيب انت بقى، لو انت بقى هتعمل ابديت لمكانك امتى؟ هتعمل ابديت لمكانك لما تتحرك من سيل تدخل سيل تانية. ما هو مكانك هيحصل له ابديت، هيحصل ابديت بعد حركة، صح؟ طيب فانت هتابديت مكانك الجديد ونمسح المعلومة القديمة اللي هي لوكيشن اريا 1 دي مثلا، ونكتبك مثلا انت في لوكيشن اريا 2 في حالة ان انت اتحركت، فنتج عن هذه الحركة ان انت دخلت في سيل جديدة، ان انت دخلت في سيل جديدة. فلما تدخل في سيل جديدة هتكتشف لما دخلت السيل الجديدة اللي هي سيل 5، هتكتشف ان سيل 5 دي تبع لوكيشن اريا 2، وانا والله كنت متسجل ان انا في لوكيشن اريا 1، فانا محتاج ساعتها بقى ان انا ابديت النتورك بمكاني. هنا ما ينفعش تسكت، لازم تابديت مكانك. فبتبعت للنتورك تقول لهم ايه؟ لو سمحتوا انا عاوز ابديت مكاني. ايوه انت كنت في لوكيشن اريا 1، عايز تبقى فين؟ عاوز ابقى في لوكيشن اريا 2. فهم بيجوا في الداتا بيس في قاعده البيانات مسحين المعلومه بتاعت لوكيشن اريا 1 دي ومسجلينك ان انت في اللوكيشن اريا 2. بعد كده اما نيجي نبعت لك بيجنج، انا بعته في 1 ولا في 2؟ انا بعته في مكانك اللي متسجل الجديد اللي هو لوكيشن اريا 2. فساعتها الام اس سي لما يجي يبعت لك بيجنج هيجي بعت البيجنج يوصل هنا، يتبعت هنا وهنا وهنا وهنا. تمام. وانت لو انت في 5 او 6 او 7 او 8 هترد على هذا البيجنج. تمام. يبقى امتى الابديت بيحصل؟ بيحصل كل لوكيشن اريا، كل ما تغير اللوكيشن اريا، مش زي زمان كل ما تغير السل، لا خلاص. فانت كده بتتحرك في حيز اكبر، ان طول ما انت جوه مجموعه السلات دي كلها عمال تتحرك ولا تابديتنا ولا تعرفنا عنك اي حاجه خالص، لان انا لما اجي ابعت بيجنج انا عارف انك موجود في الحته دي تحديدا، هنا كده موجود في الاماكن دي. تمام. خلاص. على عكس زمان لو انت كنت بتتحرك من سيل تو سيل، خلاص انا مش متحرك من سيل تو سيل، لازم تابديت من مكانك. فاحنا طبعا اتفقنا احنا مش هنعمل كده. فانت ايه؟ فهنكبر الحيز اللي احنا عارفينك فيه، واللي هو انت لما تغير الحيز ده تقوم تابديتنا بمكانك. فكده التغيير يحصل كل فتره. تمام.
طبعا اللوكيشن اريا بتكون كبيره، يعني مش سلايه، كذا كذا سل، فبتكون منطقه جغرافيه كبيره، تمام؟ فانت لما تخرج من اللوكيشن اريا دي تروح للوكيشن اريا، ساعتها عرفنا مكانك، تمام؟ طيب اهو الموبايل بقى لما يابديت مكانه، لما يابديت مكانه، تمام؟ دي حاجه من ضمن الفانكشنز بتاعت الموبيليتي مانجمنت. اللي هيتعامل معاه مين؟ الام اس سي. ما هو انت لما تابديت مكانك بتبعت بتبعت للنتورك تقول لهم ايه؟ انا عاوز ابديت مكاني. طب المعلومه دي تهم مين؟ تهم الام اس سي، تمام؟ تهم الام اس سي. فلما يوصل له ريكويست منك، طلب منك ان انت عاوز تابديت مكانك، هو بيتعامل مع هذا الطلب، هو بيتعامل مع هذا الطلب فبيابديت مكانك. فكده عرفنا ان من ان الموبيليتي مانجمنت فيها حاجات كتيره. اتكلمنا على البيجنج، واتكلمنا على يعني ايه لوكيشن اريا، معناها ايه، الديفينيشن بتاعها ايه، وان انت لما تتحرك من لوكيشن اريا لوكيشن اريا ساعتها بتعمل لوكيشن ابديت، تمام؟ وهكذا. اتفقت معاك من شويه ان الام اس سي زي ما انت شايف كده، الام اس سي ده بيبقى تحته اريا كبيره جدا بيتحكم فيه، تمام؟ تحته مجموعه من البي سي سيز، وكل بي سي سي تحتها مجموعه من البي تي اس، والبي تي اس دي كل واحده فيهم تحتها مجموعه من السيلز، تمام؟ طيب تيجي بقى نربط ما بين مفهوم كلمه لوكيشن اريا و الام اس سي، تيجي نربط ما بينهم وبين بعض. هنربط بينهم وبين بعض ازاي يعني؟ بص يا سيدي، خلينا نتفق ان المنطقه الاريا الكبيره اللي بيتحكم فيها الام اس سي كلها على بعضها، احنا هنسمي هذه الاريا، هنسميها سويتشنج اريا، تمام؟ يعني ايه؟ بص انا عندي كده دي كده اريا اهو، دي كده اريا، منطقه جغرافيه، ماشي؟ اهي الاريا دي كلها بيتحكم فيها، دي كده بيتحكم فيها ام اس سي 1. طيب الاريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من البي اس سيز، والبي اس سيز تحتهم مجموعه من البي تي اسز، وفي الاخر سلات. يعني انت اعتبر دلوقتي ان الاريا دي كلها عباره عن ايه؟ سلات، مجموعه من السيلز. مش في الاخر على ارض الواقع هي هتبقى متقسمه، الكفرج متقسم عباره عن مجموعه من الايه؟ من السيلز. مش دي في الاخر اللي هينتج عنها، بغض النظر هي كل سيل تبع انهي بي تي اس وانهي بي اس سي، صح؟ فانت عندك هنا ايه؟ مجموعه من السيلز، صح؟ طيب احنا اتفقنا بقى ان احنا بنعمل ايه؟ بنجمع كل مجموعة سيلز مع بعض ونعمل بيهم حاجة أكبر شوية، اسمها إيه؟ اسمها اللوكيشن أريا. فأصبح إن الأريا الكبيرة دي اللي هي بيتحكم فيها الـ MSC هتبقى عبارة عن مجموعة من اللوكيشن أرياز، مش صح ولا إيه؟ صح كده؟ ما هي السلاية والسلاية التانية اللي جنبها، والسلاية التالتة اللي جنبها، والسلاية الرابعة اللي جنبهم، قلت لهم انتوا كده كده مع بعض في لوكيشن اريا 1، وبعدين طرح جاي على سيلز شويه سيلز تانيين سميتهم لوكيشن اريا 2، ومجموعه سيلز 30 سميتهم لوكيشن اريا 3، وهكذا. فاصبح ان النتورك بتاعتك، اصبح ان النتورك مش النتورك، انا اسف، الاريا بتاعتك بتاعت الام اس سي تحولت الى ايه؟ تحولت الى مجموعه من اللوكيشن ارياز، مثلا لوكيشن اريا 1، و واحده ثانيه لوكيشن اريا 2، سيل تالتة جزء تالت اسمه لوكيشن اريا 3، والباقي ده كده مثلا دي لوكيشن اريا 4، ودي مثلا لوكيشن اريا 5. هو ايه اللي انت رسمه ده؟ كل لوكيشن اريا من دي، كل لوكيشن اريا من دي عبارة عن مجموعة من السيلز. فشوية السيلز اللي هنا حطيتهم في علبة اسمها لوكيشن اريا 1، مجموعة السيلز اللي جنبهم على الأرض سميتها لوكيشن اريا 2، مجموعة السيلز اللي هنا سميتهم لوكيشن اريا 4، هنا دي مجموعة لوكيشن اريا اسمها لوكيشن اريا 3 كبيرة شوية، دي أكبر منهم اللي هي لوكيشن أريا 5. فأصبح إن الأريا الكبيرة دي اللي إحنا سميناها الأريا الكبيرة دي سميناها سويتشنج أريا، سويتشنج أريا اس اي، هي عبارة عن مجموعة من اللوكيشن أرياز. يعني الاس اي دي عبارة عن لوكيشن أريا 1 زائد لوكيشن أريا 2 زائد لوكيشن أريا 3 زائد لوكيشن اريا 4 زائد لوكيشن اريا 5، صح؟ يبقى السويتشنج اريا عباره عن مجموعه من اللوكيشن ارياز، وكل لوكيشن اريا عباره عن مجموعه من السيلز. طب سؤال، ينفع سلايه، ينفع سلايه تكون متعرفه ان هي تبع لوكيشن اريا 1 وبرضه تكون متعرفه انها تبع لوكيشن اريا 2؟ لا طبعا ما ينفعش.
حتى منطقيا انت فاهم كده، بس انا لازم اقول ده لان في اوقات ناس بتفهم غلط. تمام؟ فيبقى السلايه الواحده في لوكيشن اريا واحده، مش متعرفه ان السلايه دي تبع لوكيشن اريا 1 ومتعرفه انها تبع لوكيشن اريا 2. لا، السل بتتعرف، اصل ده كونفيجريشن هيحصل، السيل 1 تبع لوكيشن اريا 1 خلاص انتهت. تمام؟ طيب، حاجه كمان قلتها ان اللوكيشن اريا الواحده دي مثلا بتبقى متعرفه انها تحت التصرف وتحت امر ام اس سي 1، مش اي ام اس سي تاني. تمام؟ يعني شويه السيلز اللي هنا دول تبع الام اس سي ده، مش تبع اي ام اس سي تاني. تمام؟ لكن قلت حاجه تانية، ان اللوكيشن اريا الواحده شويه السيلز اللي جواها، ماشي، لوكيشن اريا الواحده دي اللي هي لوكيشن اريا 5 مثلا، مجموعه السيلز اللي جواها ماشي، مجموعه السيلز كده اللي جواها دي. تمام؟ ممكن ايه بقى اللي بيحصل، ان السيل دي مثلا تبع بي سي سي 1 والسيل ده مثلا تبع بي سي سي 5، وهما الاثنين عادي جدا تبع نفس اللوكيشن اريا، مفيش مشكله، لان القضيه بالسيل مش القضيه بالبي سي سي. تمام؟ لان في الاخر برضو مفيش بي سي سي هتبقى تبع ام اس سي 1، وهي نفس الكلام البي سي تبع ام اس سي تاني، لا البي سي هتبقى تبع ام اس سي واحد فقط. تمام؟ اعرف الفروق دي على فكره، اعرفها لانها مهمه. كويس؟ طيب، ففي الاخر خلاص انا عايز اوصل له ايه؟ ان اللوكيشن اريا الواحده عباره عن مجموعه من السيلز، والسيلات دي طالما تبع لوكيشن اريا 1 خلاص يبقى هي مش تبع اي لوكيشن تاني، اريا تانيه. طيب، الام اس سي اريا كلها على بعضها دي، الام اس سي اريا الكبيره دي او اللي احنا سميناها سويتشنج اريا دي، كلها على بعضها عباره عن مجموعه من اللوكيشن ارياز. انت بقى كيوزر بتبقى معروف على انك انت موجود تبع لوكيشن اريا منهم، يا اما لوكيشن اريا 1، يا اما لوكيشن اريا 2، يا اما لوكيشن اريا 3 4 5. فالام اس سي ده عنده معلومه انك انت موجود في لوكيشن اريا 2 فقط، فهو لما يحب يبعت بيجنج لحضرتك، البيجنج هيتركز ان هو يتبعت في الاريا دي فقط، في مجموعه السلات دي فقط، ملوش اي دعوه تانية خالص باي حته في النتورك خالص، هو هنا بس. طيب، حضرتك اتحركت، خرجت من لوكيشن اريا 1 سوري من لوكيشن اريا 2 ورحت لوكيشن اريا 4، ساعتها ابعت للام اس سي عرفه بمكانك الجديد عشان يمسح المعلومه دي ويكتبك انك انت في لوكيشن اريا 4، عشان لما يجي يبعت لك بيجنج يبعته هنا. تمام؟ طيب، شايف التقسيمه اللي انا قسمتها دي؟ ممكن بقى لو سمحت تعملها مع كل ام اس سي. ليه مع كل ام اس سي؟ لان انا قلت لك معلومه ان احنا عندنا كذا ام اس سي في النتورك، كل ام اس سي بيخدم منطقه جغرافيه معينه، مثلا ام اس سي ده مثلا بيخدم القاهره الكبرى اللي هي القاهره والجيزه، ام اس سي تاني مثلا بيخدم شرق الدلتا، مثلا ام اس سي تالت بيخدم الصعيد، وهكذا. تمام؟ طيب، فانت عندك هنا ايه؟ كذا، عندك هنا كذا ايه؟ ام اس سي كده، كل واحد فيهم جواه بداخله نفس التقسيمه دي بالظبط، يعني مجموعه من اللوكيشن اريز، مجموعه من اللوكيشن اريز. يبقى كل ام اس سي اريا، كل سويتشنج اريا اللي هي دي على بعضها كده، عباره عن مجموعه من اللوكيشن اريز، وكل لوكيشن اريا عباره عن مجموعه من السيلز. معلش انا بكرر كتير عشان عايزها تثبت. طيب، يبقى وكل ام اس سي جوه نفس التقسيمه دي. طيب، دلوقتي افرض جدلا واحد هنا، واحد هنا مثلا عاوز يكلم واحد موجود هنا، واحد مكانه هنا في السلايه دي اللي تبع البي سي سي دي اللي تبع الام اس سي ده، هو هنا الحته دي كده، عاوز يكلم واحد هنا، هيوصله ازاي؟ مش لازم كونكشن، عشان كده الام اس سي الواحد بيبقى طالع منه كونكشن رايح لكل الام اس سيات التانيه. يعني ام اس سي 1 ده عنده كونكشن، عنده توصيله دايركت كونكشن توصيله مباشره منه للام اس سي ده، ومنه للام اس سي ده، ومنه للام اس سي ده. خلينا نفترض مثلا ده ام اس سي 2، ده مثلا ام اس سي 3، ده مثلا ام اس سي 4، دايركت كونكشن، بحيث ان هو لما واحد هنا عاوز يكلم واحد هنا يوصل له دايركت مباشره. انت بس اعرف الاول ان هو موجود هنا،
يعني اعرف ان الراجل اللي انت عاوز تطلبه ده موجود هنا او هنا او هنا او معاك في نفس الام اس سي اريا. يعني انت مثلا هنا وهو هنا، مثلا انت في لوكيشن اريا 5 وهو مثلا في لوكيشن اريا 1، فخلاص انتوا الاثنين تبع نفس الام اس سي، او انت موجود في لوكيشن اريا 5 وهو موجود في لوكيشن في ام اس سي 2 اصلا، يعني مش معاك اصلا هنا خالص، يعني مش معاك هنا اصلا خالص، ده هو في ام اس سي تاني خالص اصلا، فساعتها هتروح له من خلال الايه الكونكشن ده. حلو كده، اتفقنا؟ طيب التوصيله اللي انا راسمها دي اسمها فولي مش كونكشن. فولي مش معناها ايه؟ معناها ان الام اس سي الواحد لازم يكون متوصل بكل الام اس سيز الاخرى دايركت كونكشن. يعني هتلاقي برضو ام اس سي 2 ده طالع منه كونكشن رايح هنا، وطالع منه واحد تاني رايح كده، ام اس سي 3 طالع منه كونكشن رايح هنا، ماشي، وهو خلاص متوصل بالباقي. يعني لو لاحظت بص، ام اس سي 3 ده متوصل كده اهو بام اس سي 2، متوصل بام اس سي 4، ومتوصل اهو بالاحمر ده بام اس سي 1، ماشي، ام اس سي 2 متوصل اهو بام اس سي 1، متوصل بام اس سي 4، متوصل بام اس سي 3، وهكذا مع ام اس سي 4، عنده توصيله اهو وتوصيله مع ده وتوصيله اهي، تمام. طيب ركز بقى في الجمله الاولى دي، التو اليمنتس الوحيدين في النتورك اللي كونكتد ببعض دايركت، في قصدي اقصد بتكلم على الثلاثه اللي هم البي تي اس البي سي سي الام اس سي، الثلاثه دول بي تي اس بي سي سي ام اس سي. يعني مثلا ايه، مفيش بي تي اس متوصله ببي تي اس، مفيش بي سي سي متوصله ببي سي سي، انما هتلاقي ام اس سي متوصل بام اس سي. تاني عشان دي معلومه مهمه، مفيش بي تي اس انت بتوصلها ببي تي اس. هتقول لي ده انت ضحكت علينا المره اللي فاتت وقلت لنا يا عم واحنا بنشرح البي سي سي ان ممكن توصل بي تي اس ببي تي اس. اقول لك ما انا فهمتك، قلت لك انت هتحط مايكرويف لينك على بي تي اس ومايكرويف لينك على بي تي اس تانيه، مش عشان هما الاثنين يكلموا بعض، ده مجرد بس ان البي تي اس بتنقل المعلومه بس لحد ما نوصلها للبي سي سي، انما هما الاثنين مربوطين ببعض عشان هما الاثنين يكلموا بعض. لا ماشي، ركز في اللي انا قلته قبل كده، فمفيش تو بي تي اس متوصلين ببعض. اصل لو في تو بي تي اس متوصلين ببعض يبقى لا انترفيس، هات لي بقى اسم الانترفيس كده. مفيش اسم انترفيس، مفيش كونكشن والله ما بين بي تي اس وبعضها، مفيش. فمفيش اتنين بي تي اس متوصلين ببعض، مفيش اتنين بي سي سي متوصلين ببعض. يعني بي سي سي 1 دي، بي سي سي 1 دي، وبي سي 5 دي مش متوصلين ببعض والله، مفيش اي كونكشن بينهم من بعض. طيب انما الاثنين اللي متوصلين ببعض الام اس سي والام اس سي، دول اللي في دايركت كونكشن بينهم من بعض اهو، تمام. طبعا الكونكشن ده بيكون فايبر طبعا، ماشي. طيب فانت فايبر اوبتيكال يعني. طيب مفيش توصيله ما بين اثنين بي تي اس، مفيش توصيله ما بين اثنين بي سي سي، انما التوصيله موجوده ما بين ام اس سي وام اس سي. اه ماشي، ده موجود تمام، وكل الام اس سي هات متوصله ببعضها عشان سهل جدا. لان تخيل كده مثلا ام اس سي ده في القاهره، وام اس سي ده مثلا في اسوان، ماشي، يعني بينهم وبين بعض نهر النيل كله. طيب هوصل ازاي من هنا من القاهره لاسوان؟ فلازم يكون في دايركت كونكشن كده بينهم وبين بعض، عشان يوم ما اي حد من هنا عاوز يكلم اي حد من هنا يتوصل على طول ببعضه، تمام، في كونكشن دايركت بينهم وبين بعض. كويس كده، تمام. يبقى عرفنا ان في حاجه اسمها ام اس سي ولها بعض الوظائف. عرفنا كمان النهارده مصطلح اللوكيشن اريا، وان هو جروب اوف سيلز، ماشي. طيب ومفيش سلايه متعرفه لاثنين لوكيشن اريا، السلايه الواحده متعرفه في لوكيشن اريا واحده. وعرفنا كمان ان الام اس سي اريا دي اللي هي اسمها سويتشنج اريا، هي في الاخر هتبقى جغرافيا عباره عن مجموعه من اللوكيشن اريز، ماشي. ومفيش ما يمنع ان اللوكيشن اريا الواحده تكون مكونه من سلات، السلات دي تحت كذا بي اس سي، مفيش ما يمنع، لان الام اس سي ده لما يحب يبعت بيجنج هيبعت بيجنج هيبعته البي سي دي ويبعته كمان البي سي دي، وهم في الاخر يبعتهم في السلات اللي مكونه للوكيشن اريا، تمام. عرفنا كمان ان احنا عندنا الام اس سي هات متوصله ببعض، ومفيش توصيل ما بين بي تي اسات وبعضها، ومفيش توصيل ما بين بي اس سي هات وبعضها. الكلام ده كله ايه قلناه. طيب
طبعا انا بستفيض في الشرح عشان انت تفهم مش عشان حاجه تانية، لان الكلام ده كله كان انت بقى لما تيجي تذاكر طبعا مش هتاخد كل الوقت ده. انت طبعا ببساطه تفتح ايه اللي قلناه النهارده، اللي قلناه والله انا عندي ستريك وستراكشر كهوت، وبعدين مسك الام اس سي، وظايف الام اس سي وظايفه بيعمل 1 2 3 4 5 ماشي، انا عرفتهم. وقال لي في مصطلح اسمه لوكيشن اريا، وقال لي في مصطلح تاني اسمه سويتشنج اريا، وان الموبايل لما بيتحرك من اللوكيشن اريا لوكيشن اريا بيبعت لنا لوكيشن اريا ابديت ريكويست، لوكيشن اريا ابديت ريكويست، انك انت بتابديت اللوكيشن اريا اللي انت فيه ده لو انت غيرت اللوكيشن اريا. تمام. في سؤال صحيح، في سؤال صغنن كده، هو الموبايل اصلا عرف منين ان اللوكيشن اريا اتغيرت؟ يعني الموبايل كان في السلية دي ليسل 3 وبعدين دخل في السلية دي صح، فانت قلت كده معلومة في النص ان هو عرف عرف ان اللوكيشن اريا اتغيرت، عرف منين؟ العصفورة جت قالت له مثلا يعني، ولا شم على ظهر ايده عرف ان السلية دي معمول لها كونفيجريشن انها تكون تبع لوكيشن اريا 2 اللي هو اللي هي مختلفة عن اللوكيشن اريا اللي كان موجود فيه. عرف منين؟ عرف منين؟ لان الموبايل اول ما بيدخل السلية، اي سلية جديد، اول ما بيدخل السلية الجديدة بيقرا معلومات اسمها البرودكاست انفورميشن. البرودكاست انفورميشن دي معلومات تعريفية عن السلية اللي انت دخلتها جديد دي. فمن ضمن المعلومات التعريفية اللي السلية دي بتبعتها لك وبتبعتها لكل الناس اللي تحت السلية دي ماشي، كل الناس المتواجدة تحت السلية دي بتسمع نفس المعلومات اللي انت سمعتها، اسمها برودكاست انفورميشن. برودكاست يعني ايه؟ انا بسميها دايما فضيحة. تخيل انت مثلا كده انا واقف وفي 10 بني ادمين قدامي دلوقتي، فانا قمت رايح قايل ايه، بصوا يا جماعة هنعمل كذا 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 كذا، مش ال10 سامعيني دلوقتي؟ بالظبط كده. المحطة هي اللي بتبعت البرودكاست انفورميشن دي لكل الناس اللي تحت السلية دي، اي واحد دخل اندر كفرج بتاع السلية ديت المحطة بتبعت دايما وابدا على طول كده عمالة تبعت البرودكاست انفورميشن دي، لانها معلومات تعريفية عن السلية دي وكل حاجة فيها. تمام، معلومات تعريفية عن السلية دي وكل حاجة فيها، لان السلية دي تختلف عن اللي جنبها، تختلف عن اللي جنبها. يعني مثلا السلية دي مثلا شغالة على فريكوانسيز اف 1 واف 2، دي مثلا شغالة على اف 5، انت هتعرف منين؟ تمام، وهكذا معلومات كتيرة يعني. حلو. فالموبايل اول ما بيدخل السلية الجديدة دي، اول ما بيدخل اول حاجة بيعملها ان هو بيقرأ او بيسمع هذه البرودكاست انفورميشن، ومش بس كده ده بيخزنها عنده كمان في الميموري بتاعت الموبايل، الميموري بتاعت السيم كارد بيخزنها. تمام، بيخزنها في الميموري بتاعت السيم كارد بجد والله. والله بيخزنها في الميموري بتاعت السيم كارد. اثبت لك. تعالى نرجع ورا شوي، تعالى نرجع زمان قوي، قلنا حاجات جميله كده عن السيم كارد عشان بس اثبت لك ان الدنيا مترابطه وان انت لو مركزتش الدنيا هتضيع. يا احنا قلنا كل ده. بص يا سيدي، تعالى نرجع للسيم كارد، تعالى نرجع للسيم كارد، تعالى نرجع للسيم كارد. ايه ده؟ بص بص بص، تعالى نرجع للسيم كارد ميموري اهي، كان فيها شويه حاجات كده امزي وقعدت تصدعنا بيه، وبعدين تمزي وام سايز دي ان اللي هو رقمك، وبعدين قلت لنا ده في شويه حاجات كده وهنرجع لها بعدين. بص بص كده، من ضمن الحاجات بص 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 كده، بص كده سي جي اي اللي هو الايدنتيتي بتاعت السلايه اللي انت فيها، انت في انهي سيل، في سيل 1 ولا في سيل 2 ولا في سيل 3. طيب بص بص تاني كده، بص بص لوكيشن اريا ايدنتيتي، يعني انت في لوكيشن اريا 1 ولا انت في لوكيشن اريا 2 ولا انت في لوكيشن اريا 3 ولا انت في لوكيشن اريا 4. ما هي دي معلومه بتتخزن في السيم كارد اهي. تمام، عشان يوم ما تتغير المعلومه دي، يوم ما انت تسمع معلومة جديدة نتيجة دخولك في سلية جديدة، تقوم تقارن بين المعلومة اللي انت سمعتها جديدة والمعلومة اللي متخزنة عندك على السيم كارد، فتكتشف حضرتك ان المعلومة اللي انت سمعتها جديدة مختلفة عن عن المعلومة اللي متخزنة اوريدي عن في السيم كارد، فتعرف ان انت سيادتك المفروض تابديت النتورك بمكانك. تمام، فانت لما بتدخل اي سيل او اول ما تدخل اي سيل كده، اول حاجه بتسمعها برودكاست انفورميشن، برودكاست برودكاست انفو انفورميشن، المحطه بتبعتها كده في الداون لينك كل الموبايلز اللي في نتورك بتسمعها كلهم كلهم.
ماشي. فمن ضمن المعلومات دي حضرتك ان المحطه بتقول لك ان المحطه بتقول لك المحطه بتبعت لك كده بتقول لك ايه؟ بتقول لك بص خلي بالك السلايه دي تبع لوكيشن اريا 5، فتيجي انت ماسك المعلومه دي وتبص تقارنها بين اللي متسجله عندك على السيم كارد. اه والله ده انا اللي متسجله عندي على السيم كارد نفس المعلومه اللي انا سمعتها هنا، تمام انا زي ما انا ما غيرتش اللوكيشن اريا ولا حاجه. طب لو انت سمعت هنا معلومه لوكيشن اريا 5 وانت هنا كان متسجل لوكيشن اريا 6، خلاص كده هتكتشف ان السلايه الجديده اللي انت دخلتها تبع لوكيشن اريا مختلفه، فحضرتك تقوم تعمل ايه؟ تقوم تابديت مكانك. يبقى فهمنا السر فين؟ ارجوك ارجوك ركز في دي، ركز فيها، ركز فيها لمليون سبب، لان حاجات كتيره جدا جدا من الموبايل بيعرفها بيعرفها بسبب دي، بسبب ان المحطه في كل سيل، السيل دي والسيل دي والسيل التانيه بتبعت برودكاست انفورميشن، تبقى برودكاست هنا في السيل دايما طول الوقت، انت عايز تسمع اي وقت هتبقى موجوده، ودايما دايما بتبقى داون لينك، يعني دايما دايما بتبقى من المحطه لليوزرز مش العكس. ما هو برودكاست تعرفها ان واحد اللي بيبعت وكتير بيسمعه، فمين اللي هي مين اللي هيحقق الموضوع ده؟ المحطه. في نفس الوقت هي معلومات، هي المحطه بتاعت المحطه مش بتاعتك انت كيوزر. فالبي تي اس هتبعت الانفورميشن برودكاستد لكل الناس اللي في السيل، وانت بقى تسجل بقى كل المعلومات دي، معلومات كتيره جدا غير حتى اللوكيشن اريا اللي انت اللي السلايه دي تبعها. بس فانت اول ما بتسمع برودكاست انفورميشن هتدور على معلومه اللوكيشن اريا ايدنتيتي اللي هي اللوكيشن اريا اللي انت فيها اللي هو اللوكيشن اريا 1 3 4 5، تمام؟ وتشوف هتسجلها هتكتبها في السيم كارد ميموري، هتكتبها المعلومه الجديده دي، بس تشوف هل هي نفس المعلومه القديمه اللي كانت متسجله يعني ولا ايه بالظبط. يعني انت مثلا كنت في السيل ده ايه وتحركت هنا، هل المعلومه اللي كانت متخزنه معلومه ما، هل لما انت اتحركت معلومه اتغيرت ولا زي ما هي؟ لو اتغيرت هتبديت مكانك، لو ما اتغيرتش يبقى انت مكانك زي ما هو. شكرا، بس كده مش اكتر من كده، تمام؟ عرفت بس ان المواضيع متربطه ببعض، بقيت الكلام اللي قدامك ده انت هتشوفه برضو عشان بس ايه تبقى انت عارف. طيب فالمهم احنا نرجع تاني للكلام اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هو ان انت عندك جروب اوف سيلز اتحطوا في لوكيشن اريا، ومجموعه لوكيشن ارياز اتحطوا في اريا اكبر اللي هي الام اس سي اريا، وكل ام اس سي اريا مسؤوله عن اللوكيشن ارياز اللي تحتها، ومفيش لوكيشن اريا هتبقى متعرفه لاتنين ام اس سي. طب خلاص. طيب واحنا لما نيجي نبعت بيجنج، نبعت بيجنج فين؟ في اللوكيشن اريا اللي انت فيه، فبالتالي لازم دايما دايما تكون بتابديت النتورك بمكانك عن اللوكيشن اريا اللي انت فيه، تمام؟ طيب هكتفي بهذا القدر عشان بس ما اطولش. المره الجايه بقى هبدا اتكلم على الحاجات الايه التانية. اشوفك المره الجايه ان شاء الله.